بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة طبعا أنا سعيد جدا جدا إن إحنا معانا أستاذنا الفاضل أستاذ محمد صبح. طبعا أستاذ صبح هو يعني هو من هو يعني زي ما منظمة فوق هودية يعني كلام جامد جدا. أستاذ صبح هو أستاذي وطبعا الأب الروحي اللي تخص أمراض الكلى في المنصورة ويمكن في مصر كلها, وطبعا هو غني عن التعريف ومحبوب للجميع. يعني النهارده معانا أسادة أفاضل من الدول العربية المختلفة, يعني الدكتور رياض سعيد من الأردن, الدكتور سعيد الغمدي من السعودية, أعتقد الدكتور فيصل شاهين برضه من السعودية موجود من مصر, في حشد كبير جدا من الدكتور عصام نور الدين من عين شمس, الدكتور سعيد خميس من الوفية, الدكتور محمد سعيد من الإسكندرية, والدكتور طارق طنطاوي معانا برضه من المنصورة. ف يعني معانا صحبة كبيرة جدا 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 النهارده. النهارده لقاء غير تقليدي, هو مش محاضرة, احنا اخترنا 5 cases, اتمنى ان يبقى عندنا وقت نناقشهم. طبعا اللي هيقدم الحالات ناس باعمار مختلفة وسينيوريتي مختلفة. انا هنبدا بالدكتورة ولاء حسني. طبعا دكتورة ولاء حسني استاذ مساعد امراض البطنة والكلى في جامعة اسيوط, هتبدا الحالة, وبعد كده عندنا حالتين هيقدمهم الدكتور احمد يحيى من مركز الكلى, ودكتورة إيمان رفاعي أخصائي مركز الكلى, ودكتورة إيمان ناجي مدرس مساعد أمراض الكلى مع دكتور ناجي. فيبقى 5 حالات النهاردة إن شاء الله هناخدهم تباعا, وهنبدأ بالسينيوريتي. دكتورة ولاء هتقدم الحالة, وبعد ما تقدم الحالة هيبقى أستاذ الدكتور محمد صبح هيعلق على الحالة, وبعدين السادة الأفاضل اللي معانا اللي عاوز يعلق يرفع بس يريز هاند, وهنراعي الوقت ان شاء الله بحيث نستفيد من الوقت ومن الصحبه المتميزه دي. دكتوره ولاء اتفضلي. السلام عليكم فرحتين, سلام على كل اساتذتي, انا سعيده جدا ان اكون مع حضراتكم يعني ان شاء الله. والحاله من الكلينيكال بريكس اللي احنا حاله شفناها حقيقه يعني, والمانجمنت بتاعنا كان اكوردنج للسيركمستانسز اللي كانت موجوده او ظروف العيانه اللي حصلت زي ما حصلت حضراتكم بعد كده ان شاء الله. انا حضرتك الدكتور محمد, يعني دي مش اول مره الحمد لله اتناقش مع حضرتك في حاله يعني ان شاء الله. الحاله بتاعتنا كان ده كان ميل بيشنت 45 years old, كان جاي الاوت بيشنت كلينيك بايلاترال لور ليمب اديما اوف 1 مانث ديوريشن, وريسنتلي كان ديسكفرد ان هو هايبرتنشن. اخد حضراتكم فلاش باك شويه قبل ما يجي لنا. هو كان جاي بالكومبلين دي ان هو ليها شهر معاه, لكن قبل ما يجي لنا كان هو عنده بيقول من الحكايه كلها بدات من قبل كده من شهرين, ما كانتش طبعا بدأ بإديما. كان عنده البيشنت كان عنده لو جريد انترميتنت فيفر 1 مانث بيفور ديفلوبمنت اوف إديما دي, وكان الفيفر دي ما بس هو بيدوكمنت ان هي جاست ريسبوندنج تو انتيبايوتيك دراجز, ما فيش اي سبيسيفيك انتيبايوتكس ولا اي انفستيجيشن ثانيه, ولا كان في لوكلايزنج سيمبتومز هو اشار اليها. كان مع الحال كان مع الفيفر دي كان في ارثرولوجي اوف بوث نيز اوف ذا سيم ديوريشن, ما كانش في نو هيستوري اوف سكين ريش ولا فوتو سنسيفيتي, وما كانش في تشينج ات ذات تايم في الكولر اوف يورين او الفوليوم اوف يورين. الكلام ده كان شهرين قبل ما يجيلنا, ولما جالنا كان ليه شهر بيشتكي من الاديما اللي هي عنده دي, واللي هو ريسنتلي ديسكفرد ان هو هايبرتنسيف. الاكزامينيشن بتاعه البلد بريشر كان 170/90, التمبريتشر كانت نورمال, كان في بافي ايز بايلاترال بيتنج لور لمب اديما, الشيست كان كلينيكالي فري, والكاردي اكزامينيشن كان بتاعه كان في شورت سوفت سيستوليك ميرمر اون ذا ايبكس, الابدومين برده كان كلينيكالي فري. الانفستيجيشنز اللي انا بعرضها لحضراتكم دي دلوقتي دي الانفستيجيشنز اللي هو كان عاملها قبل ما يجي لنا. الهيموجلوبين بتاعه بس اجيب البوينتر يا دكتور. الانفستيجيشنز هنا السي بي سي بتاعته كان الهيموجلوبين بتاعه كان 9, الوايلد بلد سيل بتاعته كان 12000 من النيتروفيل, البيس بتاعته كانت نورمال, الكيدني فانكشن اليوريا كان 45, السيرم كرياتين كان نورمال 1 مللي جرام, بس اليورين اناليسيس بتاعه كان بلس 2 بروتين, والار بي سي كان 25/40 بالهاي باور فيلد, وكان 24 اور يورين بروتين بتاعه 1050, وهو ده اللي كان جايبه عندنا. يعني هو كان انستراكتد من بره ان احنا نروح نيفرولوجي عشان يو نيد ابايوبسي من الاخر. يعني الاكيوت فيز رياكتنس بتاعته كان الاي اس ار بتاعه كان الفيرست اور 100, السكند اور كان 60, السيرم البوم بتاعه كان 3.2, السي ار بي بتاعه كان 10 مللي جرام. التحاليل دي زي ما قلت لحضراتكم دي كان جاي لنا بيها الاوت بيشنت كلينك.
احنا عملنا ادميشن للبيشنت عشان الايفالويشن للبيشنت كله ككونديشن على بعضها. في اثناء الادميشن بتاعه البيشنت بتاعنا التمبريتشر بتاعته شورت كانت كلها نورمال، ما كانش فيه فيفر خالص. البيشنت كان فعلا اديميتس، فاحنا عملنا عليه ان هو ده هو عنده موست بروبلي ده نفرايتس، فادينا له بس جاست دايوريتكس وعملنا بس فولو اب للويت، ما كانش فيه سيجنيفيكانت ريدكشن. وشفنا التحاليل بتاعته، العيان بتاعنا كانت عندنا احنا في المستشفى بالشكل ده، الهيموجلوبين بتاعه كان 9.5، الوايت بلاد سيل كانت نورمال، البليتلت بتاعته كانت نورمال برضو، بس البلاد يوريا بتاعته كانت 50 مللي جرام، السيروم كرياتين بتاعه كان 1.8 مللي جرام، اليورين اناليسيس بتاعه كان تقريبا هو نفس الكلام، بروتين بلس 2، الار بي سيز 50 ل 60 بالهاي باور فيلد، ال 24 اور يورين بروتين بتاعه كان مور عن اللي كان جايبه قبل كده 2000 او 2 جرام تقريبا، الاي اس ار بتاعه كان مور اور ليس ذا سيم، السيروم البومين بتاعه كان 2.9، السي ار بي بتاعه كان نيجاتيف. فات ذس تايم ما كانش وهو في الادميشن بتاعه ما كانش في اي ساينز اوف انفكشن او فيفر او اي حاجه من الحاجات دي. عملنا الايميولوجي بروفايل بتاعه، كان السي 3 بتاعه كان كونسيومد، السي 4 بتاعه كان على اللور ليميت اوف نورمال او يعني قليل شويه، الاي ان اي الان دبل ستراندد كان نيجاتيف، الاتش سي في والاتش بي الاتش بي سيرفيس انتيجين كان برده كان نيجاتيف. بالنسبه للايمجنج ستاديز اللي اتعملت، الابدومينال الالترا ساوند كانت الليفر كان نورمال، الكيدنيز بتوعه كان بوست كيدني كان نورمال سايت وسايز وكونجنيتي، ما كانش في اي ابنورماليتي، ما فيش باك بريشر ولا ستونز ولا فوكال ليجنز ولا اي حاجه، وما كانش في اي بي اف. تشيست اكس راي كانت نورمال، كان الايكوكارديوجرافي بتاعه بقى كان في دايليتد ليفت اتريوم او مايل دايليتد ليفت اتريوم، في سكند الليفلتس بتاعه الميترال فولف، في مودريت ميترال ريجيرج وسكند الاورتيك فولف وتريس اورتيك ريجيرج، وكان جود سيستوليك فانكشن وذ ايجكشن فراكشن. كان الكونكلوجن بتاع الايكو ان ده روماتيك بيكتشر اوف روماتيك هارت ديزيز وان ده عنده مودريت ميترال ريجيرج. البيشنت كان سكيدولد عندنا ان احنا نعمل له بايوبسي، بس كان انا مش عارفه دكتور حسين حضرتك عايزني اقول الحاله كلها ولا نقف عند بوينتس من فوق الديفرنشال دايجنوزز، ولا راي ولا حضرتك ايه راي حضرتك؟ دكتور حسين مش عارف اذا كان معانا خط يعني، بس عموما دكتور محمد حضرتك تحب انا مع حضرتك يا دكتور محمد. نعم مع حضرتك، حضرتك اتفضل. انا فهمت انك عاوز الحاله تتقال كلها وبعد كده ونسكاس، تحب ايه السيناريو اللي تحبه يعني؟ والله حضرتك ماشي خلاص، هي تكمل ممكن وقفة هنا لو في النص الطريق نقف وقفة وبعد كده كملين الآخر خلاص، لأن هنا أنت عملت حاجات سيجنيفيكانت يعني. أنا بتصوري إيه، أنا صح قريت الحالة يعني، بس لازم أكون إيه يعني فير، أنا أتخيل إن أنا زي ما كانت كده يعني، إيه كومنت، إيه إحساسي بالحالة الكلينيكي، إيه النقاط المهمة في الكلام اللي أنت قلتيه تساعدني ان انا اوصل للتشخيص في هذه المرحله طبعا المبكره. هو لفت انتباهي ايه؟ ان العيان عنده هيسترو انترميتنت فيفر واحد لمده طويله كافيه يعني، ما كانتش وان سرعه. نمرة اتنين، انا ملاحظ ان المرتين اللي اتعمل فيهم سي بي سي عنده نيوتروفيل سيتوز يعني في انفكشن، وفي عنده الاي اس ار هاي والاي اس ار هاي، وبعدين فده كل ده بيصب في خانه ان في انفكشن موجود عندي. طيب وبعدين لقينا الكومبلمنت واطي، ده برضو نقطه مهمه، عيان فبراير انفكشن كومبلمنت واطي كونسيوم لها معنى. وبعدين اليورين فيه ار بي سيز يعني نفريتك، في نفريتك انمي. وبعدين الايكو، هو الايكو ده اعتقد مهم جدا جدا لاننا خبره فيه، طالما ان هو روماتيك هارت وعندي بايركسيا فيور مش لاقينها او انفكشن ماركر مش لاقينها ايكيولوجي، بنحب الايكو ده هو نشعبط فيه ان عندي نيفرايتس روتينوريا ونيفريتك سيدمنت وكومبلمنت واطي، فعين عنده روماتيك هارت، فالترانس راسك ايكو ما بقاش كافي، لان هنا لازم اعمل ترانس اوفجيال ايكو، لان احنا شفنا حالات الار براكس
اما عملنا كان جايب بقى بايركسبانون اورجين ونيفرايتس حاجات زي كده. اما عملنا ترانسفراسك ايشو اكتربتنا على نيجاتيف وكنا بنمانج زي ما انت هتعملي دلوقتي كده ونفاجئ بعد اسبوعين ابتدت الفيجيتيشن تظهر. لا هي الفيجيتيشن كانت موجوده من بدري بس الترانسفراسك ايشو ايكو ممكن تبقى ميس ليدنج. فهنا طالما انا عندي هاي اندكس اوف سسبشن زي ما قلنا هنا انا كنت افضل اعمل ترانسفراسك ترانس اوسوفجيال الكارديوغرافي كان ممكن قوي تبين لي فيجيتيشن بدري في المرحله دي. دي اول ايه يعني النقاط اللي جمعتها هنا. فمن بدري انا عندي جاد فيلينج ان ده روماتيك هارت وانترميتنت فيفر دايما عندي نيوتروفينوكوسيتوزيس والاي اس ار هاي وعندي نيفريتك سيدمنت وكومبين الواطي. انت عارف انا بجري ناحيه ايه دلوقتي كده من بدري بجري ناحيه بوست انفكشنز اللي هيمشي مع القصه بس بنشوف. طب نسمع راي مش عارف دكتور حسين هنا ممكن نسمع راي الزملاء في الحته دي قبل ما نعدي في حضرتك. طبعا دكتور سعيد انا هفتح دكتور سعيد حالا اهوت. دكتور بيت اتفضل. مساء الخير. بحضرتك اتفضل يا باشا. انا اجري 100% مع زميل الدكتور محمد. الشيء الوحيد اللي ممكن اختلف معاه بالنسبه للانفكشن عاده الانفكشن وات ايفر ات از اندوكاردايتس بوسيبلي يوجوالي ذا كومبلمنت ويل بي سي 3 ويل بي لو بات سي 4 از جوينت تو بي نورمال ذاتس ذا الترنيت باث واي. ان ذس بيشنت وي هاف نيفريتيك نيفروتيك سيندروم لونج ستاندينج فيفر ارثرالجياز two differential diagnoses in this case when we have the classic pathway being affected, lupus, even if there is vegetation, that could be part of the lupus, and secondary cryoglobulins. Longstanding, this is really my two things between cryoglobulins and lupus nephritis. أنا طبعا كومبل قوي. أي أي لو سمحت لي هو طبعا الاراء لما بحط ليست او ديفرنشال دياجنوز ده بقى شيء كويس. وانا ان انا احط الانفكشن ريليتد جلومينوفرايتس او البوست انفكشن ريليتد جلومينوفرايتس في التوب ليست اوف ديفرنشال دياجنوز واحط اللوبس نيفرايتس في ديفرنشال دياجنوز بتيجي قيمه ان انا اختار الانفستيجيشنز حتى ما اعمل البايوبسي ابقى حاطط في دماغ الليسته دي. والحاجه الثانيه ما بقاش راشنج في اعطاء الايمين سبريشن من غير ما اكمل الانفستيجيشن. يعني يمكن انا دكتور صبح هنا من خلال الاكسبيرينس بتاعتنا ميني كيسز لقينا فيها انفكتيف اندوكاردايتس وما كانش وكانت بدات استرويد في مكان اخر. فلازم احط الليست اوف ديفرنشال دياجنوزس وساعتها ابقى عارف انا هروح فين. دكتور رياض ما زال رافع ايده. That's all really what I have, but I agree the workup that has been done so far looks great, and the only thing really left for us, you know, the anemia, the high ESR, the fever, all these constellation findings, though the ANA is negative, but with not really double-stranded DNA or the ENA. So really, when I see complements, both low, I will think about two conditions, basically lupus and cryoglobulin. Thank you. شكرا جزيلا. والانفكشن برضه نعمل روماتويد انفكشن از ذير ممكن هنعملها ان شاء الله عشان ايه البوسيبيليتي اوف كرايو. احنا ما عارفين في الكرايو لو دورت على الكرايو ممكن يبقى فولس نيجاتيف. فشوف بلتقى كومبل فيري لو بلتقى كرايو روماتويد فاكتور يبقى فيري هاي. فمن ضمن الانفستيجيشن واكسبكت ان هنلتقى كرايو موجود انا روماتويد فاكتور ونلتقى الدبل ستراند والحاجات دي. We can proceed now to the next part of this presentation. دكتور ولاء كملي بعد اذنك. هو حضرتك انا ده الديفرنشال دياجنوز اللي احنا كنا حاطينه معانا البوست انفكشوس واللوبس ان بي جي ان والفاسكولايتس واي مفاجآت اخرى ممكن تظهر في العينه بعد كده. البيشنت بتاعنا هو احنا عملنا البيوبسي بس هو ما رضيش يقعد في المستشفى. اصر ان هو يبقى بس تشارجز هو مش مكانش من اسيوط هو من اسوان. فخرج على انتي هايبرتنسيف دروجز كالسيوم شانل بلوكر والدايوريتكس. ودي كانت نتيجه البيوبسي او دي الصوره البيوبسي انا هعرضها لحضراتكم. دي كانت اول صوره بالباس ستين. استخدم الكرسر يا دكتوره ولاء استخدم الكرسر في شاوري على الفاين اللي موجود.
تمام. احنا هو زي ما حضراتكم شايفين هي دي مصبوغه بالباسستين. في ثيكنينج في البيزمنت كابيلاري بيزمنت ممبرينز كلهم موجودين هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. في بعض الانفلتريشن يمكن باينه في الصور الثانيه انفلتريشن لل دي بالهيماتوكسين والايوسين. الصور دي ليكوسيتيك انفلتريشن للميزانجيا بتاعنا. وكان يعني تقريبا هو ده بس اللي كان موجود ان هي ده الدبل كونتور او السيكنج للبيزمنت ميمبرين مع انفلتريشن واكسبانشن شويه للميزانجيم بانفلاماتوري سيلز. وكان الكومنت بتاعنا ان البيشنت فيها ان البيشنت ده عيان ام بي جي ان واكتف ليكوسيتيك انفلتريشن وده ميمبرين بروليفريت. واحنا عشان فيها الايمون كومبلكس بتاع العيان كان الكومبلمنت كانت لو فكان السجستشن ده ميمبرين بروليفريت جلوميرولونيفرايتس ايمون كومبلكس ميديتد. وكان الكونكلوجن في البيوبسي ان ده ان فيفر اوف انفكتشوس بروسيس وفي كرونيك اونجوينج انفكشن تو بي كونسيدرد. وكنا طلبنا احنا للبيشنت اميون ستيننج مين وايف. انا بس كنت حاطه السلايد دي عشان بذكر نفسي وبذكر بذكرنا يعني المفروض نعمله في عيان ام بي جي ان الباترن لما بنشوف المفروض ان انا لازم بطلب الاميون فلوريسنس ستيننج. ودي التقسيمه اللي احنا اكيد حضراتكم كلكم عارفينها يعني لو كان في ايمونوجلوبين كومبلمنتس ولا سي 3 دوميننت ولا نون. احنا بالنسبه لنا العيان بتاعنا انا عايزه اجيب بس لحضراتكم الايميون بتاعه. الايميون بتاعه كان الايميون ستيننج كان اي جي جي بوزيتيف. الاي جي ام كان بلس 1 او تيست تقريبا مش موجود. كان سي 3 بوزيتيف. الاي جي اي كان نيجاتيف. فده كان ان فيفر اوف انفكشن. فانا هرجع حضراتكم تاني للسلايد للتقسيمه بتاعتنا. فالبيشنت بتاعنا احنا كان بولي كلونال تمام. فكنا هندور. اتفضل حضرتك استاذ محمد. بس ليها راي في البايبس. ممكن نرجع باك كده لان قصدي محوريه. انا كنت كلمت ان الكلام ما نقفش انما البايبس فيها حته محوريه يعني شويه. فابص على البايبس لان الكلام كله هيتبنى على ان دي كيس اوف ام بي جي ان. اول شريحه كده بعد اذنك يا دكتوره. لا دي انا حقيقه انا مش عارف السهم بتاع باين ولا ايه عندكم. مش باين السهم بتاع حضرتك مش هيبان. ممكن تقول عندي الساعه كام؟ اوكي برافو. عندي الساعه كام؟ انا ما شفت البايوبسي دي طبعا بصيت فيها بذلت فيها مجهود. كان رايي الشخصي بس طبعا انا في النهايه مختلف مع باثولوجيست بقول راي الباثولوجيست هو الاول. بس كان ليا راي ان دي ما تمشيش مع ميزانجو كابيلر او ام بي جي ان او صح. في دبل في سكننج ديفيوز سكننج في البيزن ممبرين انما الميزانجيوم كميزانجيوم بروفريشن في الشريحه اللي قدامي اللي هي بعتت لي ان قدامي حاليا مش كونفينسد ان في ميزانجيوم بروفريشن. انما ما دققت بقى هنا استعنت بصديق. واحيانا لازم لما تستعين بصديق لازم يكون متخصص في الحته دي. فانا قلت الباثولوجي بتاعنا تعالى نشوف معانا الباثولوجي. انا مش كونفينسد ان دي ميزانجيوم كابيلاري. فما دققنا عند الساعه 5 عند الساعة 5 في الحتة دي شوف الكابيلاريز هتجد هنا في اندو كابيلاري بروفريشن موجودة اهي. يعني عند الساعة 5 ايوه تحكيكي ايوه دي برضو الكابيلاري دي فيها كده حضرتك ايوه في عندك تو ايوه في عندك تو كابيلاريز فاندو كابيلاري بروفريشن. وقدرت اشوف ده اندو كابيلاري بروفريشن اهو في دي سامبل اهو ده هنا عنده كبير عند الساعه 5 وفي هنا برضه عنده كبير بروفريشن. وفي ما دققت فين اهو تحت عند الساعه 5:30 ايوه عندك دي نيتروفيل. يبقى عندك نيتروفيل وعندك عنده كبير بروفريشن ده يمشي اكتر مع بوس انفكشن تمام. يعني انا ده هخليها عنده كبير بروفريشن نيتروفيل انفلتريشن في الميزانجيوم دي تمشيني اكتر من الميزانجيو كابيلاري او ام بي جي ان. تمام اوكي انا اسف المقاطعه انا بس لقيتها. لا 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 عفوا دكتور احنا بنتعلم من حضرتك. لا طبعا لا ما الحته دي اللي هي اندو كابيلاري والنيتروفيل مش انا جبتها حقيقه. اور باثولوجيست لما ابتدى يشوف معايا العينه بدقه انا قلت له مش مقتنع ان دي ام بي جي ان دي قدامي هول ممبرنس بس عشان الممبرنس عاوز سيلفر ستين عشان اشوف السبايك فمفيش سيلفر ستين قدامي I cannot exclude it. ف باثولوجيست هو الصديق هو اللي بين النيتروفيل باينه خالص هنا اهي. يبقى اذا في ده اكزيتيف
في اكزوديشن نيوتروفين هاي في الميزانجيوم وعندك تبلج دي تمشي مع الاكزوديشن رقم 1. اوكي سو كان انا سامع حضرتك يا دكتور محمد مش سامعاني كده سامعه اوكي حضرتك انت رايك كان بروسيد صوت برين كده يو كان بروسيد ناو كملي يا ترى ولا تمام انت حسين مع حضرتك انا زي ما قلت لحضراتكم هو العيان كان خرج احنا كنا طلبنا الايمين السيلينج وهو كان خرج خليكي انجليزي شويه يا دكتورة ولا يعني معلش في اللحظه في الشويه دول بقى اوكي the patient was discharged on his demand on diuretics and antihypertensive drug we received the results of the renal biopsy and asked for the immune staining احنا يعني كان الرابنج اب للكيس بتاعنا او السمري بتاعنا انه كان في عنده هيستوري اوف فيفر وارترولوجيا وكان بعد كده خلط بايديما وهايبرتنشن وبدات الرينال كيمستري ستارت تو رايز مع اكتف يورينري سيتمنت وكونسيومد كومبلمنتس فاحنا كنا ماشيين يعني ويز ان ده يكون انفكشن ريليتد ام بي جي ان خصوصا التقرير بتاع الباثولوجيكال ام بي جي ان ف وي كونكلودد ذات ذا كيس از انفكشن ريليتد ام بي جي ان ذا بروبلم ذات اور بيشنت واز نوت didn't come to us again. هو received the relative بتاعه his relative received the result of the biopsy and didn't show up and we know that someone prescribed for him high doses of steroid according to the result of biopsy. And the patient came up again in our emergency department but just let me give hint about what happened there. He, as I told you that he received the high doses of steroid fever returned back the patient there was increase in lower limb edema the patient was distressed he was prescribed diuretics bronchodilator with empirical antibiotics contrast level started to deteriorate the patient came to our emergency department again but this time with disturbed contrast level okay on examination GCS was 11 blood pressure 150 over 80 temperature 38 respiratory rate 20 cycle per minute there was bilateral beating lower limb edema chest all over the chest can there was wheezes we find respiratory crepitation on both lower lobes abdomen was clinically free okay actually wanted to do a CT scan at this time but the GCS 11 and the patient was somewhat confused and with the high grade fever and the stress and the crepitation on the chest we thought that this is infection this is sepsis and this is infection related to sepsis so we admitted the patient to ICU and before admission this were the emergency investigations blood urea 100 milligram serum creatinine 3 milligram this is APG the patient was not hypoxic, but it seems that he has acidosis, CRP 55, hemoglobin 8, white blood cell 18,000, platelet more or less normal, serum albumin 2.5, and the striking that was sodium 109 millimole, potassium 3.8, random blood glucose was normal. The patient was admitted to ICU. And we started, we attributed, we have two risk factors for his conscious level. This maybe sepsis, maybe due to hyponatremia, the severe hyponatremia, which you don't know why. We followed the algorithm for hyponatremia, and this was hypotonic hyponatremia. So we determined that this is hypervolemic or euvolemic hyponatremia. This was our differential diagnosis at this time. In ICU, blood and sputum cultures were withdrawn. We started broad-spectrum antibiotic, antihypertensive medication, and we started management of hyponatremia according to the known algorithms that we calculate sodium deficit and the start well, rate of correction. We assumed that this was acute hyponatremia because of the disturbed conscious level. This was his chest X-ray, which showed bronchopneumonic patches all over both sides. And we did another echocardiogram, which showed an oscillating mass attached to the left, to the anterior side of the anterior mitral valve, suggestive of vegetations.
and they recommended blood culture, which we already have done, and his ejection fraction was 70%. I think this was a problem, and we at this time we diagnosed that the patient has infective endocarditis, and we started the management antibiotics specific for the infective endocarditis, and we waited for the results of blood culture. But over 3 days, fever didn't subside. The contrast level started to be more deteriorated, and so we had to do a CT scan. And this was his CT scan, where the CT brain showed multiple biomic abscesses of the patient. Unfortunately, the patient we started to management and added more antibiotics, anaerobic antibiotics, and according to consultation, but the patient passed away. شكرا دكتوره ولاء. الدكتور صبح هيعلق وبعدين هناخد ديسكشن خمس دقائق من الاساتذه اللي معاك. اتفضل دكتور محمد. شاكرين جدا دكتوره ولاء، يعني بذلت جهد هايل والحاله مليانه داتا كثيره جدا يعني، والعيان كان بيخرج المستشفى ويرجع ثاني، فيعني بدون شك ده بيأثر على الكونسنتريشن بتاع الحاله، وبيبقى في انترفيرنس من اذر دكتورز اوتسايد ذا هوسبيتال، فده مقدرين بيخلي ان المانجمنت اوف ذا كيس انفيرنالي از نوت ذات بيرفكت، انما يو ديد ا جود جوب. في تصوري ايه يمكن في حاجتين هنا. نمبر 1 از اي سيد تو يو ان فيفر انفكشن ماركر موجوده في عيان هاف روماتيك هارت ديزيز، ف وبعدين النيورين نيفريتيك موجود ار بي سيز، وفي كومن واطي، فكل ده بيخلينا اتجه ناحيه انفكشن ريليتد از يو سيد، والسورس اوف انفكشن از نوت كلير، فوجود الايكو نيجاتيف داز نوت اكسكلود فيجيتيشن. فيمكن الدرس اللي نفتكره زي ما وقعنا فيه قبل كده يعني ان انا اعمل ترانس اوكسجين ايكو، واعتقد كانت الفيجيتيشن موجوده، يمكن كانت سمول في الفيرست 1 ما كانتش باينه في الترانس ثوراسيك ايكو. يمكن من البدايه اف اي دايجنوز اندوكارديتس من الاول كنت هبتدي فيري اجريسيف انتي بايوتيك، انما في سام وان هي وين هي واز ديسشارجد فروم ذا هوسبيتال تو اوتسايد هي واز جيفن ستيرويد، possibly this has participated in further deterioration in the patient defense mechanism against this infection. So I think this is a case of post-infection glomerulonephritis related to this vegetation. And the sequelae of bronchopneumonia and pyemic abscess, I think this is dissemination from the cardiac vegetation. I think you did a good job. وأعتقد we have to hear or to listen to our colleagues. طبعا بشكر دكتور ولاء وبشكر دكتور محمد، ونسمع رأي الدكتور. هناخد دكتور في ناس في دكتور دكتور عصام نور الدين. دكتور عصام 2 minutes comment. اوكي. شكرا دكتور حسين، شكرا دكتوره ولاء على الحاله اللي حضرتك عرضتيها، رغم للاسف يعني انتهت بنهايه ماساويه كده في الاخر. يعني انا تصوري ان يعني مش عارف، انا تصوري او الابروتش اللي انا عايز افكر فيه الكلينيكال ابروتش في الحاله ديت از نوت ذات ديفيكالت، انما انا تصوري اذا كان هناك، عشان اخد بس جانب انا علق عليه، في تقصير تجاه هذا المريض، مانجمنت بتاعته هي دي اللي انا عايز اركز عليها. تمام، ان كان as early as possible بشكل او اخر. سهل قوي ان انا اقعد اقول اصل المريض هو اللي اصر على كده وراح من محافظه ثانيه، طب انا هعمل له ايه، طب انا اخليه هنا ازاي، طب 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 طب. تهيألي لازم يكون عندنا سيستم اقوى شويه، بحيث نبقى العيان اللي عمل حاجه لازم نتابعه بشكل كويس، لازم نضمن ان هو يجي، وخصوصا الحاجات اللي فيها انترفينشن مهم زي رينال بايوبسي زي بالمنظر دوت كده. الصوت من عندك فحش، اللي احنا قلناه من الاول ان دكتور عصام سامعني دلوقتي دكتور حسين؟ ايوه سامعك يا باشا. انا عاوز 1 2 3 كان المفروض يتعمل ايه؟ يعني ايه المزد في الانفستيجيشنز اللي كان يتعمل في من البدايه قبل حتى البايوبسي؟ ما فيش ميزد انفستيجيشن، ميزد مانجمنت.
واختبارك ازاي الكلينيكال ابروتش تو ذا بيشنت از ايزي ذيس از ا كيس اوف بروتينوريك هايبوكوميتيميك جلوميرول نيفرايتس ام بي جي ان انفيكشنز ريليتد موست بروبلي نتيجه للانفكتيف اندوكاردايتس. هو كان اللي انا كنت بقوله العيان ده لازم نكون عاملين كونتاكت معاه بشكل لازم سيستم قوي بحيث نضمن ان اول وانس عرفنا المعلومه دوت نجيبه وبسرعه ومن الاول حقيقه ما كان موجود في المستشفى. وانس ان انا جيت بالي الخاطر ده كنت عملت له بلاد كلتشر وهو موجود وكنت ألحيت عليه ان هو يكون موجود بالمنظر ده. حته بس هنت كده عشان احنا بنشوفها على اساس ان التايم ديوريشن بتوين البرزنتيشن اللي حصلت دي وانه جالنا ما كانش فتره طويله, فمش معقوله في خلال الفتره الصغيره دي هتحصل الفيجيتيشن الكبيره. I am afraid in this patient, despite in هو having underlying rheumatic heart disease, يكون intravenous drug addict. The intravenous drug addict هو ده اللي بنلاقي فيه الفيجيتيشنز الكبيرة واللي بتظهر في فترة صغيرة. حاجة تانية برضو الهنت اللي ماشية مع الكلام دوت كده إن كان في برونكونومونيك باتش. برونكونومونيك باتش بتبقى مشهورة أكتر مع الانترافينوس دراج أبيوزرز اللي هم بيدوا الشكل اللي موجود عندنا. برضو قصة احنا مش بنشغل ضباط مباحث ولا حاجة, بس من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها لما مريض يلح ان هو لا لازم انا اخرج من المستشفى ومش عارف ايه بالمنظر ده من ضمن الحاجات بتاعت الانترافينوس دراج ابيوزرز. بتهيألي كان في ماتش ديتيلد هيستوري ماست بي كونسنتريتد اون ذيس ايشو. تمام, الله ربنا سبحانه وتعالى يغفره ويرحمه هو توفي في جميع الاحوال. فالفكرة ان احنا نتعلم من الدرس ان احنا مفيش حد يعمل حاجه وبعدين يروح حته تانية. لازم ان احنا نقود الموضوع ده, مش انا اقول طب انا هعمل ايه ما هو اللي مشي. شكرا دكتور حسين, شكرا دكتوره ولاء, شكرا استاذنا الفضل دكتور محمد صبح. وانا بحيي حضرتك على الفكر ده, لان احنا جالنا هنا فيو كيسز كانوا دراج ادكت وجزء من الهيستوري وكلينيكال اكزامينشن نشوف البلس والاي سي جي ساعات بيبقى موجه وساعات بيبقى البرونكونومونيك باتشز اللي موجوده دي ساينز اوف ثرومبوبوليك مانيفيستاشنز في البيشنت ده. وعشان كده المفروض ان السي تي كانت مقدمه من بدري خالص ده من وجهه نظري يعني. لكن الفيتمن كاردايس بيتحط في الحسبان, ولو انا كنت عملت سي تي تشيست وكان سسبيشس للانفلتريتس كان ممكن يخلينا اشخص القصه بدري. وانا فاكر ان كان عندنا كيس وفعلا الايكو كان في بعض الديبيت في الايكو كارديوجرام في الاخر طلعت ترانس تراكتاسبيد فالف مالتيبل فيجيتيشنز موجوده. فما ننساش الانفكشن وما نستعجلش في البالس استرويد وتبقى القصه كده بالشكل ده افضل يعني. دكتور سعيد الغامدي, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Actually I enjoyed all what you discussed. Everything was said was perfect from Professor Sobh, Professor Riyad Saeed, and I like actually the comment of Dr. Nuruddin Noor. So the issue of injective endocarditis usually and that's the problem that the patient is really can be picked up on clinical ground from the beginning. Those patients are usually they are sick. They look sick. That's why it brings me to the point that we have to be a clinician before we have to be a pathologist or renal pathologist or sophisticated nephrologist. I think anybody looks to a patient who's really having an infective endocarditis, they give them the sensation that I'm really sick. I agree with the possibility of right side that the infective endocarditis, despite that there is mitral regurgitation in this patient, lacking most likely because he's known to be rheumatic heart disease, that he had, and I agree with Professor Sobh that transesophageal echocardiogram should have been done from the beginning, and agree that that blood culture should be done from the beginning. The issue is really, as has been mentioned, that the issue is really management problem, it's not investigation problem, because the condition is really clearly, as Professor Sobh said from the beginning, he had few points to put some weight on it, which is really classically goes into the direction of both infectious process and endocarditis, one of the highly possible diagnoses, which has led to embolization and a variety of consequences, which leads to the demise of this unfortunate patient.
So I think probably we have to be, if I have anything to say here, we have to be clinician before we have to be sophisticated in terms of approach to this patient, and specifically look at the patient from the beginning. The sick patient will tell you that I'm really infected and I'm septic and I need more aggressive management in the way of treatment of sepsis. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Saeed. Dr. Mohamed Saeed, نص دقيقة ودكتور طارق طنطاو نص دقيقة. دكتور محمد انا احب اشكر دكتور محمد صبح ودكتور وراء على الحالة الجميلة. طبعا هو بس البوينت the point started in this case from the biopsy. طبعا I agree totally with Professor صبح and it is not MBGN, it is proliferative and exudative GN. Proliferative and exudative GN most likely is infection related, and most of this patient they might have in the future staph associated GN, and most likely the culture will come later as staphylococci. And the treatment in this patient, nephicillin, antibiotic, or vancomycin. So here, the point started in addition to the fever, the rheumatic heart, the echo, the biopsy, the very low C3, and the proliferative staphylococcal and nephicillin. Okay, shukran, Dr. Mohamed. Shukran. Dr. Tarek. السلام عليكم. الـ infection related GN ده هو ده الـ diagnosis. كمان مراعيني موضوع الـ very low albumin level is not matched with the degree of proteinuria, فبالتالي الـ infection inflammation هنا ده وارد موجود معانا. الإيشو التاني اللي احنا دايما في الحالات اللي عندنا first step في العلاج ان احنا خدنا خطوات المفروض في discharge summary بتاع الـ patient اللي هو هيروح another city يبقى خارج بيه. الانترفنشن اللي هيحصل في انذر سيتي المفروض برضو يبقى من خلال ديستشارج سامري. اعتقد ده في الاخر هيفيد المريض بتاعنا بحيث مش كله بيشتغل بهذا الشكل العشوائي في التريتمنت. شكرا يا باشا. شكرا. دكتورة دولة بلال. دكتورة دولة تعمل اميوت يا دكتورة دولة. دكتور دولة. عملت ان ميوت وبعدين رجعت عملت ميوت لنفسها. اهو كده سامعني؟ سامعني كويس يا باشا اتفضلي. هنا في امبولايزيشن فروم بوث سايدز اوف ذا هارت. فروم رايت سايد اند سايد. يبقى هنا الواحد يمين طبعا بوست انفكشوس ان هي حاجه دراج ابيوز وعملت also not rheumatic not based on rheumatic heart disease, it's probably drug abuse جامل venous side ومن الميترال فالف. دي الملاحظه اللي انا بقولها يعني. تمام. ما هو وجود السريبرال مانيفستيشنز والديستربد ليفل اوف كونشس ده ليفت سايد في الغالب, لكن اللنج في الغالب ده اسوسييتد من الرايت سايد. يعني ده كونفايند فيجيتيشن من ترايكاسبيد وممكن المايترال كمان او الاورتيك. فعلشان كده كان الايفالويشن بتاعها فعلا ممكن في وجود روماتيك كالسيفيكيشنز وحاجات زي كده ممكن الترانسوراسيك يبقى ديفيكال. نهينا عن ان السنسيتيفيتي بتاعت الترانسوراسيك اقل طبعا من الترانسوراسيكال ايكو. فلكن دي فعلا كومبايند او يعني ليفت اند رايت سايد افكشن بفيجيتيشن. في حاجة تانية تقول دولة؟ تحب تضيفيها؟ لا 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 ده ماي كومنت يعني. آخر كومنت هناخده عشان نموج لأن احنا عندنا حالات تانية. الدكتور ياسر إدريس. مين ياسر إدريس؟ 15 ثانية. ثانك يو ثانك يو روف حسين فور ذيس تشانس. يور بوينت يا باشا. I agree this patient has an infective endocarditis but there is an atypical pneumonia due to bronchopneumonia due to mycoplasma that to سياده which is interpreted that this patient has maybe عشان كمان الهايبوناتريما اللي موجود, لكن الهايبوناتريما ممكن تسوسيتي بالنيمونيا على فكره. اتيبيكال نيمونيا دي تو مايكوبلازما ليد تو سياده ان ذيس بيشنت. اوكي. انا اخر نقطه بس احب اقولها قبل ما نموف لنكست كيس ان احنا ما نستعجلش في الاسترويد ثيرابي. وبيحضرني في الابديت بقى بما ان احنا برضه في المحفل العلمي مقاله منشوره الاسبوع ده في الانالز اوف انترنال ميديسن من تايوان. الجماعه بتوع تايوان عندهم تكمله الكلام دكتور طارق الداتا ريجستري قويه جدا ناشرين على
شورت استرويد ثيرابي اقل من اسبوعين في اكتر من 2.5 مليون بني ادم، والكومبليكيشنز بتيجي من الاسترويد، وسواء جاس قصي هيموريج او هارت فيلير او اذرز. فالمفروض ان احنا قبل ما ندي تريتمنت نبقى عارفين البنفيت اند هارم من التريتمنت. انا بشكر ترى ولاء طبعا على تصديها لاول حاله، واستاذنها طبعا تقفل الشير من عندها علشان نبدا الشير من مع عند الدكتور احمد. دكتور فيصل معانا برضو، نحييه على محمد يرفع يعمل شير للسلايد بتاعه. دكتور فيصل ازيك؟ اهلا، مساء الخير. مساء النور يا باشا، الله يسلمك. I enjoyed very much. عاوز تقول حاجه النقطه الاخيره في الحلقه اللي فاتت؟ هو I will say the same what you said about okay. rush to use steroid in such case is maybe dangerous. And the other thing, the patient presented with typical infection, probably I should have a screen for the infections even before taking biopsy. So it one of the first step to be taken when someone presented with fever, arthralgia, and renal impairment and the proteinuria, I should screen. He should have a screening of all the infectious disease. Thank you. تمام. والحالة دي طبعا كانت قبل الكوفيد وقبل القصص ديت، وهي دكتورة ولاء عرضت الحاجات البوزيتيف، يعني بقيه الفانكشنز بقيه اللابوراتوري تيست كلها كانت نيجاتيف. وطبعا الملحوظه اللي انا الدكتور طارق ملحوظه سمارت ان هايبو البومينيميا، الهايبو البومينيميا ممكن تبقى انفكشن ريليتد لان الالبومين از نيجاتيف فيز رياكشن. فنقطه برضو جيده. دكتور احمد يحيى شير ذا سكرين بتاعك. بعد اذن حضرتك يا دكتور حسين، كنت عايزه اقول بس ارد على كام حاجه. هو حضرتك في الفيرست ادميشن بتاع البيشن، انا حضراتكم كلكم يعني انستراكت ان احنا المفروض ندور على الانفكشن. انا بالنسبه لي لما كان جاي ما كانش في اي ايفيدنس اوف انفكشن. الفيو دايز او اللي قعد فيهم عندي الستيد فيهم كان التمبريتشر شورت بتاعتي كلها نورمال، وما كانش في اي لوكالايزنج ساينز. فبالتالي اول حاجه اي كانت دو بلاد كلتشر على ما فيش على نو فيفر. I don't think that will give me any useful results. دي أول حاجة، بس بحب رد على حضراتكم. الحاجة طيب، نقطة ثانية عاوز أقولها. نقطة ثانية أخيرة. لا، البيشنت ده مش كانش في الفترة دي، ده قبل الكوفيد. يعني. شكرا دكتورة ولاء، شاكرين شكرا جزيلا. هنموف للنكست كيس. دكتور أحمد يحيى. دكتور أحمد. أحمد يحيى. وعمل شير سكرين وراح فين؟ وين؟ ايوه دكتور احمد. السلام عليكم. ايوه يا دكتور احمد. اوكي، ماي كيس از ا 20 يير اولد فيميل بيشنت سيستميك لوبس سينس 2017. ماشي يا احمد كمل. جو اون. The patient was diagnosed as systemic lupus since 2017 in view of presence of malar rash, arthralgia, and post-VNA anti-DNA. The patient's main complaint was lower limb edema and puffiness. The patient came to our center complaining of lower limb edema, puffiness, and oliguria. Clinical examination revealed severe hypertension. Blood pressure was 170/110, pulse 92% per minute, respiratory rate 18 per minute, and abdomen showed moderate ascites and cerebral wall edema. And there is a grade 3 edema, lower limb edema. Laboratory investigation revealed renal impairment. Serum creatinine was 1.7, nephrotic range proteinuria with nephrotic syndrome, albumin was 2, cholesterol was 373, 24-hour renal protein was 5 gram, ESR was high, and C-reactive protein was normal. Any anti-DNA positive, C3 and C4 consumed. Urine analysis showed proteinuria plus 4 and RBCs 250 per Hb field. Ultrasound, renal ultrasound was normal.
normal size, increased echogenicity with good corticomodular differentiation. Our provisional diagnosis was systemic lupus patient with lupus nephritis, mostly class 4, and acute kidney injury. First, we have to improve general condition. We have to improve ascites and lower lymphedema by IV albumin and furosemide. Then we proceed for renal biopsy. One day after biopsy, and while the result was pending, the patient suffered from generalized tonic-clonic seizures. The patient received phenytoin and MRI brain was done. MRI showed vasculitis and MRV was normal. Neurologists recommended thyroid pulses 500 milligram mesylprednisolone for 5 days, and it was started. Serum creatinine started to increase up to 3.2 milligram per deciliter. Seizures with then was controlled, and renal biopsy revealed lupus nephritis class 4, activity index 19, and prognosis index 1. These were the pictures of renal biopsy. It showed extra and the intraglomerular hypercellularity, double contour, intracapillary thrombi, hyaline thrombi, crescent, cellular crescent. Patient was planned for IV cyclophosphamide, but 2 days after completing a pulse steroid, she suffered from breathing difficulties, and she was diagnosed as bronchial pneumonia with respiratory failure. Then she was referred to the ICU, where she received meropenem and azithromycin as antibiotic, oxygen mask, and maintained on steroid 60 milligram. Cyclophosphamide was postponed. Seizures recurred again in the ICU. Chest condition deteriorated, and the patient was put on mechanical ventilation. Serum creatinine rose up to 9.5 milligram per deciliter. The patient became anuric, and hemodialysis was started. In spite of arterial filtration and good control of blood pressure, there was recurrent attacks of pulmonary edema. Echo finding revealed myocarditis and heart failure. Ejection fraction was 38%. Laboratory investigation, meanwhile, there was thrombocytopenia, anemia. Hemolytic indices were positive. Reticulocyte count was 3.5%. AST was high, bilirubin was high, and there was schistocyte and blood film. Also, infection indices deteriorated. APTT was above double fold of the normal. Prothrombin concentration was low, and fibrinogen was very low. C-reactive protein was high. Now, we are confronted by a case of systemic lupus, lupus nephritis, lupus rebritis, and lupus myocarditis with suspicious of HUS. Also, there is life-threatening condition with extensive pneumonia and suspicious DIC. We proceeded for bronchoalveolar lavage. TB was excluded. Blood and urine cultures, no growth. Pale cultures was no growth. But we added levofloxacin instead of azithromycin, then added linezolid. Chest radiology findings started to improve 4 days later, but pulmonary edema was still recurring. So we started immunosuppressive medication added to steroid. Plasma ferritin and IVIG 0.4 milligram per kg per dose for 5 doses were started. After 10 sessions of plasma ferritin and the cumulative dose of 2 milligram per kg IVIG, the seizures were controlled and echo findings were improved significantly. Ejection fraction was 63%. Urine output also increased gradually and serum creatinine began to decline, greatly increased by the third plasma session. Fortunately, serum creatinine improved to normal levels, 0.9 milligram per deciliter, and 24-hour urinary protein became 1.2 gram. The patient stayed in the department for 6 days after weaning from the ventilation and completing 21 days of antibiotic. On discharge, she was maintained on steroid only 60 milligram and lipid lowering drugs and diuretics. MMF was started in the outpatient clinic at low dose of 0.5 gram per day.
with regular follow-up, one visit each per 2 weeks. Then the MMF dose increased gradually up to 2 grams per day. Currently, she is on steroid 25 milligrams per day and 1.5 grams per day MMF. Serum creatinine at last follow-up was 0.7 milligrams per deciliter. 24-hour urine protein was 1.1 gram and albumin was 3.6 gram per day. Miracle. Thank you. Thank you. كويس جدا دكتور احمد. يعني اعتقد هو الحاجه الوحيده بس اللي انا عاوز توافقنا عليها احمد هو الاي في اي جي كان 2 جرام بر كي جي مش ملي جرام بر كي جي. جرام اوكي. وطبعا الدكتور صبح هيبدا يعلق التعليق بتاعي. ممتاز احمد يعني very good presentation. طبعا this case awareness case a lot of data in lupus patient احنا يعني we have اعتقد 6 محطات في الحاله دي and based on setting before he presented ما سامعني and patient before presentation with when he came to the hospital with lupus flare and acute kidney injury. بس ايه انا مش فاهم عليه لوبس كتير. We are as a clinician, we have to be keen to keep our patient well controlled. Well controlled, I mean controlling his lupus activity. Usually we see patient on immune suppression, but there are laboratory and even sometimes clinical marker of active lupus, and we are happy with that. This stands for aggressive course or progression of the case like this. Always keep an eye on the laboratory and clinical marker and try to be always controlling this lupus activity to prevent a scenario like this scenario. Number one, this patient, I think, presented with 5 things interesting. Number one, he came with flare, lupus flare with acute kidney injury. Then seizure, he came with cerebritis or vasculitis. Then bronchopneumonia, serious infection, my lupus activity with cerebritis and myocarditis. Then at the end, he came with that scenario of BIC or thrombotic microangiopathy. اعتقد المانجمنت اللي انت عملته كلاته كان صح بس يمكن في حاجات جت متاخره خطوه او خطوتين يعني في تصوري طبعا عن جايب اكيوت فلير واكيوت كيدني انجري يو ويل بي اجريسيف انف انك تدي بالس ستيرويد اند ذيس ثينجز اند سايكلوفامايد ريجارد لوبس فلير بس وين يو هاف ا بيشنت وذ سيزر اند يو دايجنوز هيم فاسكولايتس يمكن دي حتى ان الكلينيشن ما بيختلفوش مع بعض فيها this is an indication of plasma exchange فكان هنا صح ان بستدعي النيورولوجيست وبيقول لي ستيرويد واندوكسان انما انا كنيفرولوجيست في عيان سيربرايتس او فاسكولايتس اعتقد انا شخصيا I recommend to do plasma exchange and you did it later on in bronchopneumonia طبعا لازم انت عملت بال that is very good to be sure that this is an infection, not pneumonitis. ممكن pneumonitis تتك سيناريو شبه in bronchopneumonia فانت عملت بال عشان to differentiate. If it is pneumonitis, you will be aggressive regarding plasma exchange, pulse steroid and these things, even rituximab, these things. But if it is infection, هنا يجي دور ال IVIG. انت اديته فعلا بس اديته في الخطوة اللي بعدها. IVIG هيلعب على الجناحين بتاع اللوبس فلير ويلعب على الانفكشن. وده اعتقد انت اديته وده سر ان عندك تحسن قوي ليتر في النهايه. بعد كده احنا بنتعي يعني انت الماركر في المرحله الاخرانيه بعد المايكاردايتس ابتدى يظهر عليه الثرومبوتيك مايكر انجيوباسي. وده كتير اي عيان جاي لوبس وكان كنترول يجي فجاه بالاجريسيف كورس ده حط دايما الثرومبوتيك مايكر انجيوباسي as a cause of this rapid deterioration of kidney function. زائد الأزر possibilities. أنا بقول دي اللي بتعوز management specific اللي هو plasma exchange. فعلا أنت عندك كل الكرايتيريا بتاع الثرومبوتيك مايكر انجيوباسي موجودة.
fragmented RBCs and LDH when platelet كنت موجود إنما بعد كده ظهر عندك الماركرز بتاعت الدي اي سي ايا كان بلازما اكستشينج اي في اي جي بلس ستيرويد از هنا بنعتبر ريسكيو مانجمنت فور ذيس كيس. فالحاله مليئه بالداتا كثيره وكان الاكشن بتاعت كان فيري جود. يمكن sometimes في حتات كان اتاخر شويه انما اكسلنت كيس. ناو ممكن نسمع راي زملائك. شكرا شكرا دكتور احمد. طبعا الحاله فعلا ثريه جدا ويمكن السي ار بي سرعه البروتين عالي الواحد بيفكر في انفكشن لكن ساعات مع اللوبس دينوتنج سيفير فاسكولايتس. لكن طبعا الشيست كان فيه برونكولومونيا وهو البرونكولومونيا ده خلتنا نقدم الاي في اي جي لان عملت بلازما اكستشينج وداوت ال وزاوت الاي في اي جي ممكن الانفكشن يسوء اكتر. فالاي في اي جي هنا كان مقدم قوي قوي في السيتويشن ده لان احنا فعلا ما بين شقين راحه زي ما بيقولوا يعني انفكشن ممكن يؤدي لمشكله كبيره جدا ولوبس سيربرايتس واكتيف نيفرايتس والاثنين ممكن يؤدوا للمورتاليتي. فاعتقد ان الكي مسج من الحاله ديت اللي هي البروبر مانجمنت ثانيه بثانيه والبيشنت اندر كريتيكال ايفالويشن كريتيكال مانجمنت. انا دكتوره دوله بلال اتفضلي. دكتوره دوله رفع ايدها اتفضلي. لا انا مش رافع ايدي الحقيقه من المره اللي فاتت. طيب خلاص يعني السؤال عندي هنا الثرومبوتيك مايكرانجيوبثي از سيكولي ولا از كوز فروم ذا فيري ستارت؟ اعتقد يعني سيكولي من اللوبس اكتيفيتي العنيفه اللي كان موجود يعني او احد الكومبوننتس اوف مانيفيستيشنز اوف اكتيف لوبس. يعني هو هيجي لها سيربرايتس وبايتس واكيوت كيدني انجري يعني ما بنشوفش الكومبينيشن دي كلها مره واحده كده. صعب قوي صعب قوي نتشفى حاله واحده مع كمان مع انفكشن. اكلي كان كوايت ديفيكلت كيس فعلا. دكتور سعيد خميس. بالنسبه بس ليا تعليق على الميديكيشنز يعني ما يكون في كونفالجنز في حاله زي كده ما لخبطش نفسي اكتر وادخل ميديكيشن وارد تخش في الديفرنشال دايجنوزز زي مثلا الميروبنيم زي وخصوصا مش كالتشر بيز وبلاس الليموفلوكساسين بلاس الام اف ام ام اف حتى ايفن بعد كده وارد تعمل لي كونفالجن. بس مش معنى كده ان انا بقول ان هي ابسولوت كونترا انديكيت بس انا حاطط في دماغي ان هي وارد تلخبطني ان يكون دي سبب او مشاكل تعمل لي كونفالجنز بلس حتى اللاينوزوليد ان ممكن يعمل لي ثرومبوسايتوبينيا في الدايليما اللي موجوده في تي ام اي فيبقى عيني على الميديكيشن برضو وانا بختارها خصوصا ان هي مش كالتشر بيز. بس موافق 100% يا دكتور سعيد. في نقطه ثانيه حضرتك عاوز تقولها؟ لا ثانك يو سو ماتش. شكرا دكتور سعيد. دكتور رياض بيه اتفضل. مساء الخير. اتفضل يا باشا اتفضل. دكتور احمد يو ديد ا فيري جود جوب concerning the management of this really very, very aggressive lupus nephritis patient. But I agree with Dr. Mohamed Sobh that maybe a little bit delay in initiation of plasmapheresis. That's one of the strong indication for plasmapheresis in lupus. If there is any indication for that in lupus patient, lupus cerebritis is a must. In addition, I think the TMA that we have, thrombotic microangiopathy, I think it's part of the disease itself, part of the lupus activity. We have acute kidney injury, we have brain injury, we have microangiopathy, and all that. Definitely, I agree 100% with the IVIG that you give in face of infection, but I think we may be a little bit late concerning plasmapheresis. I think we should be more aggressive with using that if it is indicated. And this is one of the strongest indications for plasmapheresis. Thank you. شكرا دكتور رياض بيه. طبعا فعلا اللي هو لو انا عندي active thrombotic microangiopathy واضح ان ده كان very active association مع اللوبس كactivity اللوبس البلازما اكسشينج هنا دورها قائم يمكن اللي كان مخلي difficulty وجود الانفكشن. لكن اعتقد الكومبينيشن اوف اي في اي جي مع البلازما اكستشينج كان جود تشويس في الكيس دي. دكتور عصام نور الدين. شكرا دكتور حسين. شكرا دكتور احمد على البرزنتيشن بتاعتك. ليه بس كام ريمارك كده عليهم. حضرتك قلت لنا ان المريضه كان عندها سيستميك لوبس من سنه 2017 وبعدين جت المستشفى بالستورمي كورس اللي انت قلت عليه. كان من الاهميه ان احنا نعرف ايه المانجمنت اللي هي ماشيه عليه.
لان وان اوف ذا بوسيبيليتيز اللي احنا بنشوفها في العينين بتوع اللوبس اللي بيجوا بزيس كاتاستروفيك كورس ان هم بيكونوا ماشيين على ميديكيشن وبعدين يروحوا موقفينها. ده ذيس از ا كومن سيناريو لما بتلاقي الدنيا ولعت بالمنظر دوت كده زي في الحاله دي عندها كل حاجه موجوده في كل حاجه مايكاردايتس وسيربرايتس وكذا يبقى ممكن تكون وقفت الميديكيشن فما جبناش ذكر للميديكيشن ماشي عليها في الاول. معلومة تانية احنا يعني عمالين نقول ان قد يكون معها HUS او thrombotic microangiopathy. انا لو عندي thrombotic microangiopathy في عيانة عندها lupus it is logic ان انا اقول antiphospholipid مش هروح لحاجة تانية زي ال HUS او ال TTV لان هو دوت اللي لينكد معها. كمان تقالي لو حضرتك رجعت في السلايدات بتاعتك لورا شوية بتاعت الباثولوجي قلت هنا في كريستنت والتانية كان فيها ثرومبس شكل بتاعت الثرومبس اللي كانت موجودة في الرينال بايوبسي ده دي شكل الفايبرون ثرومباي مش الهايلاين ثرومباي بتاعت اللوبس العادية شكلها دنس أحمر بالمنظر ده فممكن يكون ديت أنتي فوسفوليبيد. ما شفتش الماركرز بتاعت الانتي فوسفوليبيد من ضمن الحاجات اللي طلبت ولا لا لان دي لو كانت موجوده هتفرق معانا في العلاج ان احنا نديها انتي كواجلان. تمام انا متفق على الموضوع بتاعت البلازما اكستشينج الحقيقه عشان انها لوبس سيربرايتس بس المعلومه بس اللي انا عايز اقولها عشان بنشوفها في بعض الاحيان بلازما اكستشينج هاز نو رول ان ذا مانجمنت اوف لوبس نيفرايتس. البلازما اكستشينج الرول بتاعها في حاجه كاتاستروفيك زي اللوبس سيربرايتس او الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد سيندروم اللي هو ممكن برضو يكون سيناريو وراء الحاله اللي هي بسرعه الدنيا اتقلبت معاها بالمنظر ده. انا مبسوط في النهايه واتبر هابند ان الحمد لله الست بقت كويسه وتمام التمام بالمنظر ده. ملحوظه الاخيره اللي عايز اقولها لان دي برضو مثيره اثارت انتباهي جدا اين البلاكينيل. بلاكينيل دوت از ا ماست في الثيرابي بتاعه العينين بتوع سيستميك لوبس بكل انواعهم بما بيهم اللوبس نفرايتس على الله ما يكونش المانع الكورونا. شكرا جزيلا دكتور احمد. احمد يحيى ايوه مع حضرتك يا باشا. بالنسبه للبلاكونيل كان ماشي عليه ولا الاول البيزك ميديكيشن ماشي الاول يعني البيزل ميديكيشن كان ماشي على ايه؟ البيزل ميديكيشن كانت ماشي على استرويد 10 مللي واميران 50 مللي وبلاكونيل وكملت عليه للاخر يعني بلاكونيل معانا على طول تمام. طبعا الانتي فوسفوليبيد الانتي شود بي انتي كواجلانت بوزيتيف بس الانتي كارديولوجي اي جي كان نيجاتيف. ما هي انتي فوسفوليبيد بوزيتيف ممكن يبقى برضه ثرومبوتيك مايكوانجيوباثي اسوسييت مع اللوبس نيفرايتس لكن الانتي فوسفوليبيد از ا ماست تو بي سيرشد اند انفستيجيتد فور اول لوبس كيسز. ليه؟ لان البوزيتيف انتي فوسفوليبيد بيبريدكت البروجنوزيس وبعدين لو انا ما حصلش ريسبونس وفكرت ليتر في ترانسبلانتيشن لابد ابقى عارف الانتي فوسفوليبيد عشان جايد مي في الانتي كواجوليشن. فالانتي فوسفوليبيد ده حتى من غير الترانسبلانتيشن از ا ماركر فور بورر اوتكم ان لوبس نيفرايتس. اي شود نو في حاجه يمكن فور دكتور عصام الدين الناس زمايلنا عشان قصه كورونا والبلاكونيل فطبعا بلاكونيل هنا مهم جدا في المانج لوبس فروم ايرلي ان ذا اند نوت اونلي ستروت سبيرنج بات ات كان بروتكت تارجت اورجان دامج فروم لوبس ات هاف ان ايمونولوجيك افكت سو ات از ا مانداتوري دراج. في مشكله دلوقتي مع كورونا العيانين بتوعنا ما بياخدوهوش. انا حريص ان انا اعرف العيانين بتوعنا يجيبوه منين يمكن ده حاجة عملية جدا. ده متوفر في مؤسسة الأدوية. بس عشان الكيس لا كل الناس بتوع لوبس بيوقفوا كورونا بلاكونيل عشان الكورونا. مش موجود في الأجزخانات. دي نقطة بس في الحياة اليومية يعني. عرف العيان بتاعك إن موجود في مؤسسة الأدوية. بالأفرع بتاعتها في مصر كلها. طبعا دي نقطة مهمة قوي ان شكرا يا دكتور محمد شكرا جزيلا. بروبوزد مانجمنت للكورونا بان الهيدروكلوروكين ممكن يبقى مفيد قلل استخدام قلل وجود توفره للعيانين ممكن يستخدمون بيوند داوت انه الهيدروكلوروكين مهم جدا في علاج اللوبس ايا كان بقى المانيفستيشن بتاعه الا اذا كان كونترا انديكيتد بسبب مشاكل في الفندس وخلافه. لكن في الكورونا لغايه النهارده نو ايفيدنس ان الهيدروكلوروكين ده مفيد على الاطلاق. ويمكن المقاله اللي اتسحبت من اللانست في النهارده اديتوريال كومنت ثاني بيقول ان في ستادز ثانيه طلعت سايد افكتس ومورتاليتي فبالتالي الايفيدنس اوف ذا فاليو
اوف هيدروكسكلوروكين مشكوك في امر. دكتور صبحي يعلق على النقطه. اه بس ايه برضو لان احنا كنفرولوجيست لا لينا خبره في الهيدروكسكلوروكين ممكن ما يبقاش افكت اوكي على كورونا اي اجري انما توكسيك از ذي ساي نو. احنا بندي هيدروكسكلوروكين ده من عشرات السنين وبنديه لمئات المرضى وبنتابعهم كويس جدا جدا انهم لوبس بيشنت ما شفناش السد افكت عادي اتكلموا عنها. شفنا انا شفته قدام عيني and very rarely من 1000 عيان مثلا او كذا الف مريض شفته ممكن ريتن ان تشينج ده very rare. اي عيان بكتب له هيدروكسكلوروكين بكتب سطر كده فحص عين كل فحص قاع عين كل 6 شهور. في السنين الطويله دي it came positive يمكن few cases. شفنا كلوروكين سكن بيجمنتيشن انما السيناريو المرعب اللي بيتحكي على هيدروكسكلوروكين اعمل اس جي وخلاص. انما في تصوري ده حرب شركات. يس في توكسيسيتي بس ات از ماتش 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 ليس از ذي ار تراينج تو كونفينس اس. طبعا هو دكتور صبح الخبره العميقه طبعا لكن انا عاوز اقول حاجه. انا علشان استخدمه لابد يبقى عندي كونفيدنس انه مفيد. انا بتكلم على اللوبس مش على الكورونا. فهو مفيد في اللوبس لانه بيشتغل على الايمين سيستم بيشتغل على التو لايك ريسبتور لو ايمين ميدوليشن افكت لو ادجوفنت تريتمنت مع الايمين سبريشن فمفيد بيوند داوت في اللوبس بيشنت. لكن في الكورونا في العين اللي فيه سيفير ريسبيتوري ستريس او فما فايدته فاذا ما كانش له فايده ما بتكلمش. فبالتالي دور السايد افكتس والكومبليكيشنز بتاعته معظمه جدا وخاصه طبعا عشان الدي سيف لازم الاس جي يبقى معروف ولازم الالكترولايتس تبقى بالانسد لانه الالكترولايت ديستربنس ريسك فور لونج كيو تي سيندروم. طبعا الحاله سريه جدا وملانا بالدسكشن وانا مش عارف نموف بقى للنكست كيس ولا ناخد خلاص علشان التايم معلش يعني الدكتور فيصل عاوز يعلق اتفضل. الحقيقة the case is very straightforward excellent case with all the complications of exacerbate SLE and I still insist that antifusual levels was very important to be checked because I have similar case with thrombosis vena cava thrombosis and engorgement of the breast and the upper and all the you know the all the veins in the neck and in half of the body up because of the thrombosis. I treated this patient with rituximab, by the way. It's not by plasmapheresis, not rituximab got a very good effect with her. The patient was on dialysis and still on dialysis, but this is another option of management as well with plasmapheresis and IVIG. شكرا دكتور فيصل. انا بضم صوت لحضرتك لانه الانتيفوسفوليبيد بوزيتيف في 40% من حالات اللوبس نيفرايتس وبعتبر ان يعني لو احنا نسيناه في بعض الحالات بعتبر ان ده بعض من يعني المفروض ما يحصلش. يعني از نيفرولوجيست جميع حالات اللوبس نيفرايتس اي شود نو حتى لو ما عندهاش مانيفيستيشنز تثير الاهتمام بال thrombotic microangiopathy related او ال DVT او thrombotic events I should know ال antifusulid positive ولا negative لانه زي ما قلت ان هو بي predict البروجنوز. وطبعا في اسئله من الاسئله الام اس كيو اللي دايما بنجيبها في الفيرست بارت بتاع الترايل كده ايه الموست امبورتنت سيرولوجي في عيان اللوبس العيان هيعمل ترانسبلانتيشن لا الانتي نيوكلير انتي بودي والانت طبعا الانتي هو الانتي اللي هو طبعا ال الانتي فوسفوليبيد سيندروم لازم اشوف ميته ايه عشان لو كان اسوسييتد بثرومبوتيك ايفنتس العيان هيمشي على لونج لايف انتي فوسفوليبيشن لو ما كانش معاه ثرومبوتيك ايفنتس هيحتاج انتي بليتد ات ليست فلابد ابقى عارف الانتي فوسفوليبيد في كل حالات الكلى سواء رينال فيلر او ما فيش رينال فيلر لانه بيأثر في الاوتكم اوف لوبس نيفرايتس او بريدكت البور بروجنوزس وكمان في الترانسبلانتيشن لابد السيرجن يبقى عارف يعني المفروض الجراح لو بيعمل ترانسبلانتيشن يبقى عارف ده انتيفوسفوليبيد ولا لا. فاذا كنت مشخص لوبس والاسوسيشن ما بين اللوبس والانتيفوسفوليبيد كسكندري انتيفوسفوليبيد عاليه جدا 30 ل 40% بوزيتيف
I should know it by heart. وبعتبر انه بحضر حالة زرع systemic lupus من غير ما اعمل antifusolipid ده اهمال في الانفستيجيشن. اشكرك دكتور فيصل. وعلشان الوقت هنموف للنكست توك، بس يا ريت كل اللي عاملين ريز هاند، لان انا ما عادش عارف ده من المره الاولانيه ولا المره الثانيه. يعني الدكتور علي طه بيرفع ايده، مش عارف عاوز يسال ولا عاوز يعلق. دكتور علي، دكتور علي اعمل انميوت الاول قبل ما تتكلم. انا بضم صوت لصوتك في الانتفوسفوليبل، لان حالات كتير لقيناها فعلا مع اللوبس وعملت مشاكل معانا، وخصوصا في الفيميل اللي بيحصل ابوشن احيانا منهم كتير. فدول بالتالي اي بيشنت وخصوصا في الشالد بيرنج بيود ولوبس لازم نعمل لها انتفوسفوليبل. شكرا دكتور حسين. احنا هناخد هننوع عشان احمد له حاله ثانيه. هناخد دكتور ايمان ناجي. دكتور ايمان ناجي انا بفتح عليك اهوت، واعمل لي شير للسلايدز بتاعتك. دكتور ايمان. دكتور حسين ازيك؟ اعملي شير للسلايد. انا طبعا سعيد جدا بالحلقه دي، وسعيد اكتر بوجود الصحبه من الاساتذه ومن الخبراء في مجال الكلى. ومن اول ما بدانا الفول ميت اتندي، فمعناها ان في اقبال على الكيسز. وبشكر كل اللي قدمه الدكتور ولاء والدكتور احمد يحيى، والوقت الدكتور ايمان ناجي مدرس مساعد في وحده الكلى والدياليزه مستشفى المنصوره الجامعي. دكتور ايمان من الناس اللي يعني الحريصين فعلا وامينه جدا في شغلها مع العيال. هنشوف مجهزه لنا ايه. اتفضل يا دكتور ايمان، ومعاك الدكتور صبح. صحتك حسين. ازيك؟ علي صوتك يا ايمان. ازيك؟ ابدا؟ ابدا اتفضلي. اه تمام. وعلي صوتك. حاضر ماشي. My case today is a 39 year old male working as dessert maker living in Mamirta, married with three offsprings with no special habits of medical importance. He was complaining of persistent vomiting 4 days ago. The condition started by gradual onset and progressive course of vomiting 4 days ago. Vomiting was not related to meals, which in color 5 times per day and not respond to any antiemetics. It was associated with nausea, decreased urine output, bilateral low limbic pain, but it was not associated with diarrhea, constipation, and abdominal pain. He was known to have familial Mediterranean fever 10 years ago, and he was maintaining unconsciousness. Then the patient took medical advice, and serum creatinine was accidentally discovered to be high, and he then was referred to emergency hospital. There was no past history of similar condition, a history of blood transfusion a few weeks ago, and relevant surgical history. There was no family history of similar condition. By examination, the patient was fully conscious, oriented to time, place, and person. He appeared ill, with average build. He was pale, with no joints, no cyanosis. Blood pressure was 109/70, spirit was 18 per minute, pulse was regular, 88 per minute, and there was no fever. There was no edema, low limb, chest, cardiac, and abdominal examination revealed no abnormality. Investigations revealed the anemia, microcytic hypochromic anemia. Hemoglobin was 10.4. Serum creatinine was high, 13.8 milligrams per deciliter. There was metabolic acidosis. Bicarbonate was 14. Sodium and serum sodium and potassium were within normal. Serum albumin was low. It was 2.1 grams per deciliter. Liver enzymes and total bilirubin were within normal. Urine analysis revealed the blood cell 60/65 per high bar field. RBCs was 8.9 per high bar field, and protein was traced. Analyzed calcium was 4.9 milligram per deciliter. Serum phosphorus was 5.1 milligram per deciliter. Serum acid was 11 milligram per deciliter. The toxic count was 1%. Transferrin saturation was 25%. Protein was high, about 900 nanogram per milliliter. Blood filling with the cystocytes. H was low. Donor response developed splenomegaly and might enlarge the kidneys. Right kidney measured about 13.5 multiplied by 5 centimeter, and left kidney measured 15.5 multiplied by 5 centimeter. Was called for decondyle differentiation and degree of genesis. Protein creatinine ratio was high, was 2.8 gram.
فيروجي هيبوتكس سيرفيس انجن هيبوتكس سيرفيس انجن هيبوتكس سي فيروس اند وود اند اتش اي في انتي بودي وير نيجاتيف انا ان كي بي ان سي وير نيجاتيف الروتين فاكتور واز نيجاتيف سي سي اند سي 4 واز نورمال تو سمرايز اور كيس هي واز ا 39 يير اولد ميل هو اس اف ام اف 10 ييرز اجو هي بريزنتد واز بيرسيستنت فومتنج انيميا اند رينال امبيرمنت And ultrasound revealed enlarged kidneys and hepatosplenomegaly. And the lab revealed non-nephrotic range of negative serology and virology. So, different diagnosis. Our management includes the supportive treatment in form of IV antiemetic and IV fluids. But unfortunately, there was no response, and the vomiting was persistent, and the serum creatinine was persistent high. So hemodialysis started and renal biopsy was performed. Renal biopsy revealed the glomeruli were normal. Interstitium showed interstitial fibrosis. And the tubules showed acute tuber necrosis and the vast negative costs surrounded by joint cells. The pathologic report revealed the biopsy showed the two glomeruli section. Glomeruli showed the no abnormalities as regards visible membrane similarity. Mesangium silver stain doesn't show this membrane abnormality congruent with negative. Acute tubules show acute tubular injury with both negative causes surrounded by Johnson. There was interstitial fibrosis of more than 50% of tissue biopsy. Arteries showed the mild fibroinfluence intimate thickening. So the pathological diagnosis was acute tubular necrosis and fast nephropathy and no evidence of amyloidosis. Our complementary investigations included total protein was high, 80.8 gram per deciliter, and serum protein electrophoresis revealed to monoclonal band and at the gamma region. Immunofixation showed monoclonal band in gamma region with clonality of heavy chain IgG and the light chain cover. Bone survey revealed osteolytic bony lesion at left frontal bone and the L3. Not contrast density with the non-pulmonary nodules and osteolytic bony lesion in L3 vertebrae associated with cortical destruction. Bone marrow aspirate and biopsy showed picture highly suggestive of plasma cell myeloma with 80 to 90% of plasma cell boosted for CD138 and CD56. Immunophenotyping was done on bone marrow sample and showed positive exhibition of CD38, CD138, and CD56, and showed negative exhibition of CD27 and CD19. And immunophenotyping is consistent with a case of multiple myeloma. According to the revised International Myeloma Working Group diagnostic criteria of multiple myeloma, bone marrow biopsy revealed clonal bone marrow plasma cell more than 10%, and there was evidence of end organ damage, including osteolytic lesion, anemia, and renal insufficiency. So the patient was diagnosed to have multiple myeloma. Hemodialysis was continued, and the patient was referred to the hematological unit, where they planned a treatment plan consisting of six cycles of dexamethasone, cyclophosphamide, and bortezomib, and we are waiting for response regarding bone marrow and the kidney for stem cell transplantation. شكرا دكتوره ايمان. هو السؤال الوحيد بس انا ما كنتش حابب بلازما سيل تايب مالتيبل مايلوما. هي المالتيبل مايلوما احد المانيفيستاشن اوف بلازما سيل كرايسيس. هي مالتيبل مايلوما. ومع تعليق الدكتور صبح بعدين ناخد تعليق من الاساتذه الافاضل اللي معانا. هو طبعا ايمان يعني برزنتيشن هايل يعني, واحنا متوقعين منك كده دايما يعني. والحاجة اتكلمت من الاول كويس, وفي ملحوظات وانا ماشي معاك على الحاله. اما انت قلت patient with 10 year FMF and unconscious, الدخله دي بنتوقع ان انا بتعامل مع عيان amyloid. supporting this انت ما عملت ultrasound ان ايه organomegaly liver spleen and kidney. انما في نقطه من بدري كده قبل ما نعمل بايوبسي العيان جايب بريزيستنت فوميتنج. لما عملنا انفستيجيشن في كذا حاجه ملحوظه. الكريتينين فيري هاي, كان 13.8, كان في انيميا وكان انيميا وفي ميتابوليك اسيدوز جامده. ميتابوليك اسيدوزس
في شورت كورس لا اش ديب اس ساتش، فمعناها ان عندك كان في كرونيك ايفنت موجوده وان توب جه الفوميتنج رفعت الكرياتين بالشكل ده. دي اول ملحوظه انا حصلتها وانا بشوف التحليل ان ات ديب اسيدوزس وانيميا ذيس از نوت بيور اكيوت كيدني انجري. ويمكن انت ما عملتي البايبس بعد كده صح، انت شخصت كاست مايلوما كاست انما في انترستيشن فابروزس موجود وتبقى الاتروفي ده ميننج ان في حاجه كانت قديمه شويه. المهم من بدري انا كنت واقع ان التقى مايلودوزس وذا اكيوت كيدني انجري ماشي. انت الملحوظه لما عملت يورين اناليسيز لقينا البروتينوريا تريس ماشي، وانما الالبوم بتاع عين واطي. هنا بقى تيجي اهميه الالبوم كرياتين ريشيو تبقى مس ليدنج، لازم تعملي بروتين كرياتين ريشيو. وانت ما عملت بروتين كرياتين ريشيو طلعت هاي، لما تلتقى بروتين كرياتين ريشيو هاي والبوم ما فيش في عيان كده لازم اعمل سيرم بروتين الكتروفريز. ده اتعمل من بدري سيرم بروتين الكتروفريز، هيبين بقى ايه اذا كان في باند. بس ساعات لو في immune deposit disease monoclonal لا بيعوز بقى ايه فري سيرم فري سيرم فري نايتشين مش كده كبا وغامضه وتشوف الريشيو بتاعتهم. يبقى التست ده مهم قوي في عيان جاي لي تريس بروتينوريا انما هو نيفروتيك او هيفي بروتينوريا وما عملت بروتين كارديو ريشيو لقيتها عاليه افكر على طول في تاموبس او مالتي ماينور. ده كانت ملحوظه قبل ما ابص على البايوبسي. بعد كده عملت البايوبسي فيري نايس ومبينه الكاست ماينوما كاست وفي الفايبروزس، معناها ان القصه بدات كده كذا اسبوع او كذا شهر. الانترستنج ما كانش في امايلودوز ودي نقطه مهمه جدا، يبين ان عندك كان دراج كومبلاينت، معناها ان هو كان ماشي على الكوشيسين كويس. تمام. ومشت الاحداث. المالتو مايلوما كاست لازم عارفين ان المايلوما والاذر كونديشن مايلوما لايك مايلوما لازم بتلتقي في بارابروتينيميا مش كده؟ بتلتقي لايك تشين بتلتقي اهم حاجه بتلتقي التارجت اورجان دامج. لازم السن في البون مارو اكتر يعني البارابروتين اكتر من 3 جرام بر سنتيمتر. بلازما سيل اكثر من 10% في البون مارو وبتنتقي التارجت دامج. فاكره اللي هو الهايبر كالسيميا والرينال افكشن والانيميا والبون، ده يبقى ده مالتي مايلوما. يعني دي مايلوما كاست او مالتي مايلوما في الكيدني. في لو ما لقيتيش بقى تارجت اورجن دامج خشناها في الجاموباسي اوف انسرتن اتوانجيو جاموباسي اوف رينال سيجنفيكانس مش كده؟ فدي this is a good case عيان amyloid كان في sorry FMF ما فيش فيه amyloidosis وظهر فيه ايه myeloma kidney. interesting case and open for discussion. اعتقد ال very interesting case دكتور ايمان ومحتاجه تتكتب تتكتب كويس. اه انت كملت الانفستيجيشن والدكتور رياض سعيد طبعا الاسبوع من الكيسز اللي قدمها المره اللي فاتت كان في حاله برضه مايلوما، فاعتقد ان هو هتبقى الحاله دي انترستنج بالنسبه له. فهنسمع تعليق الدكتور رياض سعيد الاول قبل ما اتفضل دكتور رياض. ويل دان دكتوره ايمان. ليت مي جو باك ريلي يو نو ذيس از لونج ستاندينج فاميليا ميديترينيان فيفر اند everybody expect with the large kidneys as really Dr. Sobh elegantly really explained all what's going in this case. Large kidneys, hepatosplenomegaly suspect to have amyloid. But really the urine analysis as he alluded to, there is no protein one plus or trace protein, but that's by dipstick and protein creatinine ratio was high. When I see this, that's not amyloid. Amyloid will give you heavy proteinuria. Okay, that's one thing. I'd like to go back really. In fact, I published the Kidney International around 14 cases of familial Mediterranean fever, which is very common in our area. And that was really basically not. Mediterranean fever. Turiyad. Okay, yes, sir. في جملة اختفت. حضرتك بتقول
published 4 cases? Yes, 14 cases of familial Mediterranean fever under it in Kidney International, I think around year 2000. The title was non-amyloid renal disease in familial Mediterranean fever. 7 cases were to be amyloid, 3 cases IgM nephropathy, around 2 cases IgA nephropathy, 2 cases rapid progressive GN, and that has been published in Kidney International. Okay, so there is a good number of amyloid patient, familial Mediterranean patient, they will develop non-amyloid renal disease. The clue for this patient was the urine analysis. Urine analysis will tell you immediately you are dealing with light chain deposit disease. Light chain deposit disease because there is no total protein in the urine. Mostly it is by what we say, the not dipstick, which is not albumin, as Dr. Sobh mentioned. Colchicine did a good job preventing amyloid formation in this patient. Light chain deposit disease, we know that can have large kidneys, we know can have hepatosplenomegaly, we can have also large, sometimes cardiac disease. It can happen with cardiac disease. Cast nephropathy by itself, this is the first time really, at least I come across in patient with familial Mediterranean fever, which really I'll see basically every week, I'll see one case of familial Mediterranean fever because it's quite common in our area really here. So it's a great case. Well done, Dr. Eman. I will download for you the article about Kidney International about familial Mediterranean fever and the kidney. لكن انت حضرتك يعني بتشاركنا ان ده فيري انتريستينج كيس ان ده ملوما مش اذر جلوميرولوباثي اذر يس ذاتس ترو ذاتس اديشن تو ذاتس نيو انفورميشن ويتش از ريلي جريت كيس باي ذا واي احنا عندنا هنا فيري نايس اكسبيرينس في الاف ام اف ريليتد اميلوزيس ونشرنا الكلام ده في الامريكان جورنال اوف نيفرولوجي اوف كيدني ديزيز ونيفرولوجي على بس كان ده سيريز من اكثر من 10 سنه دكتور علي الشريف على الكومباريزون بين الاف ام اف ريليتد اميلوزيس والاذر اوريجينال كيدني ديزيز وقصه النيوروباثي في عينين الاف ام اف وكانت الداتا بتاعتنا بوزيتيف يعني ان الكولشيسين بيسيطر على الريكرنس والريكرنس كان نل وان الدنيا كانت ماشيه معانا بشكل كويس يعني كاكسبيرينس وكان عدد الاف ام اف ريليتد اميلوزيس اللي وصلوا اند ستيج كيدني ديزيز وعملوا ترانسبلانتيشن في المقاله دي كانت 32 حاله. اعتقد ان احنا بنجمع الوقت لان مر عليها فتره زمنيه طويله جدا بنجمع النيو كيسز بحيث ننشر على السيريز بتاع الاف ام اف ريليتد اميلوزيس بوست ترانسبلانتيشن. I agree with you about colchicine. Yes, it's part of our transplant protocol for patient with familial Mediterranean fever. ويمكن عملنا معارضه ايامها في الان دي تي على لانه كانوا بيقولوا الكولشيسين والسايكلوسبورين ميجر دراج انتر اكشنز واسوسييتد بي نو ما شفناش الكلام ده يمكن دكتور صبحي ابدا كانوا بعتوا ليتر تو ذا اديتور علقوا على الكلام ده فده باي ذا واي يعني لكن الحاله اللي ايمان عرضتها النهارده كانت حاله فيري فيري فريده حاله فريده بالظبط كده هناخد تعليقات الناس مين اللي رفع ايده بس تمام دكتور محمد سعيد اتفضل دكتور محمد طبعا فيري نايس كيس دكتور ايمان ما شاء الله انا بس اي ويل فوكس على البيوبسي and I think we have two يعني possibility here maybe this patient has undiagnosed recurrent attacks of cast nephropathy for long time and now presented with CKD and end stage or this patient might have an acute component with AKI on top of CKD with acute cast nephropathy. The immunofluorescence is very vital in these patients. Yani immunofluorescence is very vital because we will find monoclonal protein staining the cast inside the tubule. I think it is mandatory to be done. And I agree with Professor Sobh, طبعا ان serum free acid chain is mandatory لان احنا will follow our treatment response by the level. And if we find initially the serum free light chain is very high and the IFTA is very low and mainly cast in the tubule and the acute component is taking the upper hand,
we might think to discuss with the hematology another option if the same free lactation is not going down to try total plasma exchange initially. I know two recent trials, they didn't prove benefit, the number of patients was small, but still the duration of action of the chemotherapy, it might take certain time. And the main deleterious effect on the kidney from the monoclonal protein. So we need to remove the monoclonal protein temporarily until the anti-myeloma treatment is working, which in most of the time take at least 1 week to 2 weeks. And if we will lose the tubular function in these 2 weeks, the patient will be in this stage. So here, I comment the percentage of the EFTA, the IF, and the possibility of the total plasma exchange if it is acute. شكرا دكتور محمد. طبعا هو الكلام كله very valid, وبنعمل immune fluorescence وما بنكتفيش بال IgG وخلاص, بنعمل IgG والكابا واللامدا بحيث ندتكت يبقى عندنا full help من immune fluorescence. وفي السيرولوجي ما بلاقي توتال بروتين عالي والالبوم قليل بطلب بروتين الكتروفريس وامين فيكسيشن والفري لايت تشين الثلاثه, لانه ساعات في بعض الفلس. لكن الحاله يعني السكليتر سيرفي هنا كانت سبورتي دايجنوزيس, وزي ما قلنا في حلقه دكتور رياض البون سكان ملوش اي دور في الحالات ديت, والايرلي دايجنوزيس داز ماتر لانه ساعتها ممكن يحصل ريفرسيبيليتي. طبعا وجود الكرونيك تشينجز في البايوبسي ده بتقول ان الكيدي ممكن ما يبقاش فيه فور ريكفري, لكن التريتمنت اوف مالتيبل مايلوما مش بس كيدني وايز, ده سيستميك ديزيز. دكتور ابراهيم السيد لو له سؤال. دكتور ابراهيم شكرا لحضرتك يا فندم. والله بس هو سؤال اللي هو دلوقتي الريكرنت هومت اللي حصل, هل ده كان مثلا من ميتابوليك اسيدوزيس ولا ممكن كان فيه تو اي, خاصه ان كان في بس سيلز 30 35 ما عملناش مثلا يورين كلتشر نشوف مثلا يعني كان جزء فوق. طيب سؤال ثاني, سؤال ثاني غير القصه دي. السؤال الثاني والله ممكن في الحاله اللي فاتت, بس هو سؤال الحاله اللي فاتت فات. طيب خلاص بس ممكن بالنسبه للدكتور محمد صبح طبعا في اول تعليق له على الكيس قال ان ممكن يبقى البريرينال فاكتورز هي يعني عملت aggravation للسيتويشن. حكايه الميتو اي هو السبب, وان ده كامي فوميتنج ميتو اي ده هتبقى بعيده شويه, لكن اذا حطيت الانفكشن انا بعمل الكلتشر ده روتين ورك ما فيش مشكله. بشكرك دكتور ابراهيم وبشكر دكتوره ايمان على الحاله اللي قدمتها, وعلشان الوقت استاذنكم هنموف للنكست كيس وهدعو دكتوره. وقف الشير من عندك يا دكتوره ايمان بعد اذنك, ستوب شير. دكتورة إيمان رفاعي تبدأ تعمل شير للسلايد. طبعا أنا بشكر كل اللي قدموا الحالات قبلك, دكتورة ولاء وبعدين دكتورة أحمد يحيى وبعدين دكتورة إيمان ناجي, وإحنا دلوقتي مع دكتورة إيمان رفاعي. أعتقد تنوع يعني إحنا اخترنا حاجات متنوعة بحيث يبقى في إثراء للدسكشن. دكتورة إيمان اتفضلي, معاك دكتور صبح. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور صبح, ازي حضرتك؟ ويلكم ايفريوان تو اور جراند ميتنج توداي. اور كيس ايوه از 33 يير اولد فيميل بيشنت بريزنتد تو اور هوسبيتال ويز ا تو ويك هيستوري اوف بروجريسيف ماليز مايالجا نوزيا اند فوميتنج. She had history of gastroesophageal reflux. She started taking oral pantoprazole 6 weeks earlier. She reported having taken ibuprofen for myalgia no more than 3 times over the 2 week period before presentation. The patient had no family history of renal disease or drug allergy. On presentation, the patient was fully conscious, affable, 30/90. Respiratory rate was 14 breaths per minute, pulse was 80 beats per minute. Her chest sound were normal, and there is no pericardial rub or peripheral. The laboratory result were listed as following. The serum creatinine level was 14 milligram per deciliter. Otherwise, all the electrolyte level were normal. Viral profile was normal and the immunological workup was performed, including ANA, anti-DNA, NKC, NKB, C3, C4, all of them were normal.
The leukocytic level and the eosinophilic level of the patient were normal. Regarding to the urine analysis, there was pyuria and hematuria. The protein level in the 24-hour urine collection was 100 milligram. And urine culture was performed and relieved no growth. Ultrasound observation of the both patient kidney were normal size, normal echogenicity, and no back pressure. Treatment including stopping of the offending drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and the proton pump inhibitor. Hemodialysis sessions was indicated as the patient uremic manifestations of the patient and the high serum creatinine. The patient was prescribed high dose of steroid, 60 milligram per day. Renal biopsy also was indicated as the patient had ongoing acute renal failure and pre-renal and post-renal causes were ruled out. Renal biopsy, a needle core renal biopsy from one of the patient kidney was done and showed patchy infiltration into the interstitium. This is a leukocytic infiltrate into the interstitium. And the glomeruli was normal. So this is support diagnosis of acute interstitial nephritis. And we have a case of acute interstitial nephritis, mostly drug-induced due to a proton pump inhibitor and the potential cause use of non-steroidal anti-inflammatory drugs. We continued on steroid 60 milligram daily with stepwise tapering. Supportive measures like sufficient hydration, electrolyte management, preventing volume deletion or overload. Over the next few days of admission of the patient to our department, serum creatinine decreased and no more need for hemodialysis. At the end of the second week, the serum creatinine was 5.4 milligram deciliter, and at the end of third week was 2.5 milligram deciliter. And further, with follow up the patient at the outpatient clinic, the serum creatinine reached 0.9 milligram per deciliter. There was no proteinuria, blood pressure was normal, hair reflux was controlled with rontidine, and prednisone was stopped gradually throughout 3 months. So we can say that acute interstitial nephritis should be considered in cases of acute renal failure if pre and post renal causes have been ruled out. There are many causes of acute interstitial nephritis, drug-induced like proton pump inhibitors and non-steroidal anti-inflammatory drugs, infection, systemic disease like systemic lupus erythematosus and sarcoidosis. Proton pump inhibitors as non-steroidal anti-inflammatory drugs both must be used with caution, avoid their overuse, and should be strictly prescribed only in indicated patient. Not dose dependent, any dose can cause acute interstitial nephritis. No specific symptoms or signs like fever, rash, eosinophilia only occurs in less than 10% of acute interstitial nephritis patient. Renal biopsy is the only way to confirm diagnosis of acute interstitial nephritis. Steroid therapy may be indicated in cases of acute interstitial nephritis that don't respond to initial treatment. Timely diagnosis is very important because early intervention improves the outcome. Finally, it is important to take a full drug history from the patient, and this is the key point of diagnosis of our case. شكرا دكتورة إيمان، وأنا بحييك على الكونكلوجن الأخير، لأن احنا بنعتبر إن دكتور الكلى لو ما خدش drug history يبقى ما شافش البيشن، لأن كل drug جميع النرينال سيندرومز كان بي اندوسد باي drug. معاكي طبعا أستاذنا الدكتور صبح يبدأ التعليق. وهي دي المشكلة بتاعتنا كنفرولوجي، إنك أنت مضطر تدي drugs. And these drugs can cause all kidney disease we meet, we are confronted with. Your case is an example. You have a case of acute interstitial nephritis, drug induced, yes. But what drug? In عندك in عيان في history تبغى تدان استرويدن
ودي معروفه جدا ممكن تعمل الكلام ده وممكن تديك الرياكشن ايزر انرجيك رياكشن وده ممكن بسمول دوز من فيري ايرلي او عن طريق الافكت الانتي بروستاجلاندين والافرين رينال ارتري والرينال اسكيميا او كرونيك ابيوز وديك ان ايه كرونيك انترستيشن نفراتيك. هنا احنا بنتكلم على اكيوت كيدني انجري من نون استرويد. السؤال احنا دخلنا بقى ان بروتون بامب ويتش اوف ويتش، لان دايما العيانين بتوعنا احنا ممكن نقول له انا بتسمح ما عادش تاخد نون استرويدال، ودي بنقولها في الناس بتوع السي كي دي. انما بروتون بامب يعني هدي ايه البديل بتاع هدي اتش 2 ريسبتور بلوكر ممكن برضه لها رينال توكسيسيتي. عشان كده مهم نقول which of which is the cause of this acute interstitial nephritis. في تصوري العيان كان بياخد نانسترويد لمده طويله قبل ما يجي ولما جه عندنا by vomiting ابتدى ياخد بروتون بامب، وانا شايف ان الكريتين بتاعه كان 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 14 عاوز not a matter of few days to develop this 14 من جرام سيرم كرياتينين. عشان كده I cannot swear but I feel in a cause here is a non-steroidal not proton pump. Both can cause بس حاول ان انا اجتهد شوية عشان اذا عاز بروتون بامب اديه في المسار ولا ما ادهوش. ف it is a drug induced most probably I cannot swear but I think it is due to non-steroid. والسيناريو انت عرضت الحالة كويس والكورس كويس، انما في اسئله بتريز بيبقى ريزد باي اني وان الرغ اوف استرويد تو جيف استرويد اور نوت تو دو بايوبسي اور نوت. مش كده؟ ففي تصوري يو ديد اوكي يو ديد بايوبسي از جود، لان ساعات بتبقى مش عارفه ده انترستيشن نفرايتس ولا حاجه ثانيه غير انترستيشن نفرايتس، هل هي اكيوت ولا اكيوت اون كرونيك. Am I going to give steroid or not? Sometimes the biopsy will help you to clear the حاجة تماما. To do biopsy, I think so far in العالم ما تحسنش immediately or rapidly. يعني في شوية delay of recovery. هعمل biopsy زي ما انت عملت. بيبقى السؤال الثاني اللي بيطلع قد steroid ولا ما اديش. في randomized trials اتعملت كثيرة to compare in a patient like this by drug and use acute. وقارنوا الناس اللي خدوا استرويد والناس اللي ما خدوش، فوجدوا في النهايه at the end ان خدوا استرويد كان الريكفري فيهم اسرع وكان احتماليه حدوث ريزيديوال ليجن وسي كي دي كان اقل في الناس اللي خدوا استرويد. ففي تصوري انك اديت استرويد وانت عملت تابرنج برضه ده كان جود ديسيجن. ده this is my comment. حاجة تانية انت قلت drugs اللي هي بتعمل قلت السيميتيدين، انت عارف ايه هو السيميتيدين؟ ده كان اسمه تجمد وده H2 receptor هيستامين H2 receptor blocker زي الرينيتيدين وحاجات زي كده يعني. اوكي يبقى دلوقتي ممكن نفتح الكيس للزبناء for discussion. بشكرك تاني يا دكتور ايمان وبشكر دكتور صبح على الكومنتس المفيدة دي. دكتور سعيد بيبدأ بيه رفع ايده. مساء الخير دكتور ايمان. Good job. Really I have just couple of comments to add to what Dr. Sobh mentioned. Why really we have to take a very good history of drugs. You know, not only the interstitial nephritis but also for the ATN that we see. You have to remember that our kidney receives 20% of our cardiac output. So any drug that really in circulation it will go to the kidney. Secondly, the high, large surface area of our renal tubules that really will be confronted with the medication that we have. Thirdly, the concentration mechanism of our kidney, a drug that being low in the blood is going to be, you know, maybe 50 or 100 times will be in the lumen of the kidneys in touch with the epithelial cells.
finally, the acidification process that we have really in our kidney, a medicine or a drug that's not really toxic under normal condition, when it's being acidified, is going to be toxic to the kidneys. Example, hemoglobin by itself is not toxic, but when it is acidified, for acid hematine, it's quite toxic to the kidney and can cause acute urinary injury. These are really why we have to take a good history of our drugs. Secondly, I'd like to agree with Dr. Sobh about this patient came in sick, came in with creatinine high. If this patient was not catabolic, his serum creatinine will rise by 1 to 1.5 milligram per deciliter per day. If we go back, count back, that means he's been sick for at least 7 days. 10 days before his arrival. So really, proton pump inhibitors unlikely to be the cause of this patient disease. Thank you. شكرا دكتور رياض. طبعا تعليقات كلها مفيدة جدا. أنا برضو عاوز أضيف قبل ما نسمح بالكومنت إن الدراجز النونسترويدة اللي إحنا منحبهاش لأنها ممكن تعمل دامج للكيدني. جميع الأدوية ما بنسأل السؤال ده الدواء ده نيفروتوكسيك ولا جميع الأدوية نيفروتوكسيك بدون استثناء لكن في زي ما بيقولوا كده common culprits يعني الجناه الرئيسيين مع يعني الأدوية على بيجي على رأسها النونسترويدال والبروتون بامب انهيبيتورز حتى هنا البروتون بامب انهيبيتورز لو مش هو السبب في الأكيوت رينال فيلير فهو اتعطى ودي فرصة ان انا اقول ان احنا الوقت بنأدفوكيت نوقفه الا اذا كان اكستريملي انديكيتد يعني واحد اكتف بيبتيك ألسر واحد سيفير reflux or subjects related symptoms and had the short course with H2 receptor blockers أقل في النيفروتوكسيسيتي من البروتون بامب انهيبيتورز البروتون بامب انهيبيتورز انا لو سبت نفسي يعني ممكن اعرض على الاقل 30 40 سنة افكت للبروتون بامب انهيبيتورز فاحنا it is a time to stop the abuse of this class ولما بيجي ناقشوا الديب ريسكريبشن one of the top lists of drugs to be just deprescribed. Deprescribed يعني توقف خالص يتخذ intermittent يا smaller dose يا تبقى بالتبادل مع الاشتورس بلوكر بتيجي على رسوم البروتون بامب انهيبيتورز. النونسترويدال هي السبب يس مقنعه تماما مش معنى ان هي كانت ماشيه لفتره طويله على النونسترويدال انه ما تبقاش هي السبب يعني ده ممكن يجي الرياكشن بعد فتره طويله من استخدام الدواء وممكن يبقى اكيوت برضه انترستيشن نفرايتس. اخر نقطه هقولها ما فيش فرق ما بين الكوكس 1 والكوكس 2 انهيبيتورز على النيفروتوكسيسيتي يعني الكوكس 2 انهيبيتورز زي الفايبس والكلام ده ممكن يفيد للبيبتيك انسر والمعده والكلام ده سبير الكوكس 1 باثوي فيبقى مريح للجاستروسايت ريكت لكن الكيدني فيها الاثنين فكوكس 1 وفيها كوكس 2 نورمالي اكسبريس موجودين الاثنين فبوث كوكس 1 انهيبيتورز اند كوكس 2 انهيبيتورز او البرود كوكس انهيبيتور والستون انهيبيتورز الاثنين نيفروتوكسيك ناخد بعض الكومنتس من الساده الافاضل اللي معانا دكتور ياسر ادريس ثانك يو بروفيسور حسين فور تشانس ذا كيس از ستريت فورورد از تعليق اكوت انترستيشال نيفرايتيز اندوس باي دراج But I think a large dose of steroids, 60 milligrams, is too large. I think just 15 to 30 milligrams is quite enough in this case. Thank you. يعني موضوع الاسترويد في اكيوت كريتين 14 انا ممكن ادي بالس استرويد يعني حكايه ان هي 40 مللغرام اسبوعين ده مش قران ده في ناس بتدي بالس استرويد وبتكمل بايمون سبريسف دراج زي ما الدكتور محمد قال الايفيدنس مش هنعرف نجيب ايفيدنس لكن في فايده من البلس استرويد ان هي بتسرع هاست الريكفري وبتقلل الريزيدوال درينجمنت فانا في كريتين 14 هاد لارج دوز دكتور صبحي رايك ايه في النقطه دي؟ يا جريت كريتين 14 اصل انت في فرق انك بتقيم شيء ريتروسبكتيف او بروسبكتيف اما اشوف كريتينين 14 لازم ابقى مزعج جدا وابقى فيري اجريسيف اجينست ذيس ديزيز سو I will give big dose steroid, of course. وهبتدي اعمل تابرنج اما احس ان الدروب اوف كرياتينين از رابيد. ممكن ايه ان بارلين ابتدي اسحب الكورتيكوسترويد. ان بروتون بامب طبعا الدوز والديوريشن مهمين في التوكسيسيتي. زي ما الدكتور حسين قال بعطيهم ما يكون كليرلي انديكيتد وبديهم اقل
a shorter duration. قال دوز shorter duration يدين البنفيت بتاعتي وابقى حاسس ان معايا ايد ثانيه او دراع ثاني اللي هو الاستورسيبت بلوكر وممكن لوكال اكتنج انت اسيد سام تايمز وي كان يوز ات. اوكي شكرا دكتور ياسر. شكرا دكتور ياسر. الدكتور محمد سعيد. يعني ستريت فورورد كيس اي اي ان هي النقطه بس الهيماتوريا كانت 2 ل 3 او 2 ل 4 فانا اي ثينك ان احنا الانكا يعني احنا وي كان اكسبت الانتي نيوكلير از سكريننج لكن الانكا اي ام نوت شور اباوت ذا انديكيشن جاست تو ليميت يعني الكوست فور ذا بيشنت ما كانش ليه داعي. هي ستريت فورورد سيرال بايوريا موست لايكلي دراج انديوزد. الاي ان اي ممكن نعمله عشان سيكندري كوز سيستميك ديزيز يعني زي اللوبس نيفريتس لكن الانكا اي ام نوت شور about the indication just to limit the source مش عايزين نعمل ابيوز الانكا في الانديكيشن. شكرا دكتور محمد. لكن الانكا في ناس بتعملها روتين زي ما بتعمل انتي بودي ف يعني مش غلط ولا حاجه وبستفيد من الكوتس ان طلعت توبل انتريشن فايس ما فيش باسكولايتس ما فيش بلومين فايتس ان انا حتى لو بدات بلس استرويد هبقى حاطط في اعتباراتي ان هو هيبقى شورت كورسز والوزرون هيبقى اسرع من الجي ان او الباسبلايت. دكتور رمضان عرفه طب في سؤال او في تعليق؟ دكتور رمضان حسين مع حضرتك زي ما استاذنا دكتور محمد صبح قال كانوا كير وذ سمول دوز اي هاف ات ليست 3 اور 4 كيسز اوف اكيوت كيدني انجري انت اكيوت انترستيشال نيفرايتس سيكندري تو 1 اور ماكسيمم 2 دوزز اوف ديكلوفيناك اند 2 اوف ذم ذي ريكواير دايليسيس سو ات كان اوكير وذ اون وذ 1 اور 2 دوزز اونلي اوف ان اس ايدز. متفقين تماما ان ممكن تحصل مع 1 دوز من الدراجز وناخد اخر تعليق من الدكتور عصام نور الدين. اتفضل دكتور عصام. شكرا دكتور حسين. هي الستوري از الحقيقه ستريت فورورد اتس كلير واهم سؤالين فيهم هو الحقيقه من غير ما نسال استاذنا الدكتور محمد صبح كان جاوبهم بايوبسي ولا لا استيرويد او يونوسابريسيف ولا لا القصه المختلف عليها دايما وانا موافق حضرته ان هو لما تبقى الدنيا هوت قوي كده والكرياتينين عالي والعيان على دياليسيس الحقيقه دايما الواحد بيبقى ميال برضه ان هو يدي مش ما يديش ويدي الاسترويد بالشكل ده وكده. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عصام. شكرا. انا هنموف لاخر كيس. استاذنك دكتور ايمان. شكرا دكتور ايمان. استاذنك توقفي دكتور احمد يحيى. اللاست كيس هتبقى شورت كيس يعني عارف ان احنا دلوقتي بقى لنا ساعتين ربع ساعه او ثلث ساعه ماكسيمم ونتوقف ان شاء الله. دكتور احمد يحيى اتفضل. ابدا يا احمد. 3-year-old male patient with Mediterranean fever since childhood on quercetin. الصوت لا الصوره هنا الصوت جه وراح. هنا الصوت اهو. It is about a 56-year-old male patient, familial Mediterranean fever since childhood on quercetin. The patient was diagnosed as FMF since childhood and due of fever, recurrent abdominal pain. The main complaint was decreased urine output, lower lymph swelling, breathing difficulties. 3 years ago, the condition started by accidental discovery of proteinuria during routine investigation. Serum creatinine was 0.5 milligrams per deciliter, albumin was 3 grams. Cholesterol 257 milligrams per deciliter, and 24-hour urinary protein was 2.3 grams. Renal biopsy revealed renal amyloidosis. The patient continued to follow up in the outpatient with normal serum creatinine and non-nephrotic range proteinuria over 3 years. 2 days before the admission, the patient suffered from severe diarrhea, decreased urine output, lower limb edema, and dyspnea.
On examination, the patient was choked, blood pressure was 80 over 50, pulse, there is tachycardia, tachypnea, hypoxemia, and chest examination revealed bilateral phasal crepitation, lower limb grade 2 edema. There is acute kidney injury, rise of serum creatinine from 0.8 during the last visit to 12 milligram per deciliter, hyponatremia, hypokalemia, hypomagnesemia, and also there is a protocol hypoalbuminemia, severe metabolic acidosis. Protein creatinine ratio was 5.8 milligram, and hemoglobin was 9.2. There was no leukocytosis. Previous investigation during the first visit 3 years ago, lobar surgery was negative, PC and C4 was normal, James Jones protein was negative, protein electrophoresis was normal, screen for malignancy was negative, alpha-fetoprotein, CA, PSA, MRI, abdomen purpose showed no malignancy, no osteoid lesion, and no muscle myeloma. Renal ultrasound to enlarge post kidney, good corticomodular differentiation, and increased echogenesis. ECG showed ventricular ectopic, pulses by Gemini. Echocardiography showed ventricular wall thickening, septal hypertrophy, granular appearance of the myocardium, minimal pericardial effusion, diastolic dysfunction, and impaired systolic function. Picture tube towards cardiac amyloidosis. So our provision diagnosis is renal amyloidosis with acute kidney injury due to secondary to pre-renal factor diarrhea, which may be infective, colchicine-related, or in spinal amyloidosis. For so far, urinal type 5, due to presence of cardiac amyloidosis. The patient immediately was referred to the ICU. We started antidiarrheal measures and antibiotics. The patient was received hemodialysis session and ultrafiltration in view of sodium overload. He was put on dopamine and noradrenaline. Furosemide IV was adjusted according to blood pressure. By the third day after admission, diarrhea recovered. Blood pressure was persistently low, almost drawing dopamine. Urine output increased by improving blood pressure and including a cautious use of diuretics. Serum creatinine was stationary till the 6 days of admission, then starts to decline. Dopamine was continued for 2 weeks, and serum creatinine returned to normal value. Dopamine was stopped, blood pressure was 100 over 70. The patient then was discharged on anti-arrhythmia medication and colchicine. After discharge, the patient frequently readmitted by the same picture. Cardiologist suggested intracardiac defibrillator or cardiac transplantation. Thank you. Dr. Ahmed, Dr. Sobh, تفضل حضرتك على الحاله دي كده. يعني اوكي دكتور احمد شكرا انت عرضت الحاله very clearly. من الحالات اللي بتبقى devastating او يعني بتبقى frustrating to us as a clinician, and I know amyloidosis. يمكن amyloid kidney وحدة مش هي big deal يعني. المشكلة الكبيرة هي an extra renal amyloidosis. In this case, أعتقد إن عندك كان جايب acute kidney injury after vomiting. إنما في تصوري هو في chronic effect على الكيدني والكرونيك effect ده من الأمايلودوزيس وده كلير من أن عنده أنيميا عنده برضو ديب أسيدوزيس البايكارب كان 8 أو البي اتش كان 7.1 وسيفير هايبوكاليميا كل ده بيبين أن عنده كان عنده كرونيك ديسفانكشن سواء بقى كان تيوبولر ديسفانكشن من الأمايلودوزيس وأون توب أكيوت كيدني إنجري. إنما this kidney is suffering من amyloidosis إنما more serious في تصوري هو chronic hypovolemia due to two things an autonomic neuropathy عنده وده اللي بنشوفه عنده amyloidosis بيبقى جايب autonomic neuropathy و persistent hypotension وهنا في حاجة additive تانية اللي هو cardiomyopathy ده other cause of pump failure, hypovolemia to the kidney and hypotension as well.
فالعيان مشكلته الاساسيه not only يمكن renal amaurosis number 3 يا number 1 cardiomyopathy والautonomic neuropathy دي المشكله بتاعته. هو بعد كده present hypertension وبيخش اي شويه دايريا اي شويه vomiting هتدخله في acute kidney injury. يمكن العيان زي ما انا قلت الكارديوميوباسي دي نقطه بس الهارت هنا is not suffering only from amyloidosis amyloid heart. This patient is acidotic and we know that acidosis can affect the contractility of myocardium. He's hypokalemic, he is anemic. All these are factors which aggravate our myocardial problem. عشان كده في تصوري in the management of this case لازم نبقى عينينا مفتحه على عده اشياء. Number one, a correcting anemia كويس قوي لان احنا عارفين anemia will affect the myocardium and brain, but also anemia will increase the hypotension. If you correct the hemoglobin, this will raise the blood pressure a little bit. So correction of anemia is important. Metabolic acidosis, but take care, you have hypokalemia and metabolic acidosis. If you correct acidosis before hypokalemia, this is very risky. You have to correct hypokalemia, then you correct the metabolic acidosis, both affecting myocardium, which affects the blood pressure. So treat anemia, treat hypokalemia, treat metabolic acidosis. قصه السمباثيتك الاوتونوميك نيوروباثي وبريست هايبوتنشن طبعا دي مشكله كبيره قوي. كل في ايدينا بندي حاجات زي الميدودرين عشان ارفع الضغط شويه. الالاستيك ستوكنج اللي يلبس شراب ضاغط لان هو ما بيقف الضغط بيقع لان ما فيش ايه الريفلكس باز سباز في اللور بارت اوف ذا بودي فيبقى بياخد ميدودرين. دايما يلبس الشراب الضاغط ده اصلح الانيميا بحد ذاتها ممكن ترفع الضغط. لو في هايبو البومينيميا ترفع تصنيعها يرفع الضغط وكل ده على التبعيه بيحسن شويه المايكارديم بتاعك. انما always this patient will be in trouble mainly from his autonomic neuropathy and the cardiomyopathy. طبعا بشكر طبعا استاذنا الدكتور صبح على التعليق. السؤال للدكتور احمد هو الدوبامين كان الدوز بتاعته قد ايه يا دكتور احمد؟ افتح المايك يا احمد. بدانا ب 3 5 مايك بس انا لو انا بشخص يعني انا مشخص ده سمباثيتك او البريفر ريزيستنس مضروبه كنت احتاج لارجر دوز عن كده. الحاجه الثانيه لو انا مشخص دايليتد كارديوميوباثي يبقى البرايمري ايم هو دوبيتامين وليس دوبامين لان في الـ في الـ في الهارت فيلير هيبقى عندي كونجيشن والمين بروبلم هي ان انا ازود الانوتروبيك فانكشن بتاع الهارت بالدوبامين وليس الدوبامين. ده نقطه. النقطه الثانيه هل احنا حددنا نوع الاميلويد في الكيدن بايوبسي ولا ما حددناش؟ لا ما رجعتهاش الحقيقه بس لانه انا يعني استونشد يعني لان قلما الاف ام اف ريد اميلويدوزس يعمل دايليت كاردوميوباسي فده ممكن يبقى برايمري اميلويدوزس وخاصه لو جايب نيوروباثي وكارديو ومايوباثي وكيدني افكشن يعني فممكن يبقى برايمري اميلويد ان بيشنت وذ ريبيتد اتاكس اوف اف ام اف وخاصه ان انت تقريبا ما عملتش الميب جين صح؟ لا ما عملناش ميب جين في الاخر الميب جين ما اتعملش فانا مش متاكد ان ده سكند اميلويد فممكن يبقى وهنسمع برضه تعليقات من الساده الاساتذه لكن هيبقى البرايمري هيمودايناميك سبورت بالدوبيتامين وليس الدوبامين لكن بقيه علشان الوقت انا ايه انا هنسمح بكومنتس عشان الدكتور سعيد خميس مساء الخير دكتور حسين. بالنسبه للبس الامايلويد هارت اي نو ان حضرتك وكلنا بنتحفظ ان احنا ما نديش ديجوكسين في الرينال فيلير قدر الامكان بس هنا بقى it is absolutely 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 contraindicated digoxin لان الاميلويد مايكارديوم has a great affinity to bind digoxin irreversibly. So digoxin is absolutely contraindicated in such case. ليه بس سؤال للدكتور صبح عشان كده الدوبيتامين عشان كده الدوبيتامين كان هو دراج اوف تشويس هيزود والدكتور الكارديولوجي لما قال كارديو ترانسبلانتيشن او يتحط على سبورتد بامب
ما يعني ما ماشي الحال. تمام. السؤال بس لدكتور صبح. اتفضل. بس ما حدش يسأل دكتور صبح دكتور صحيح. لا كنت العفو يا باشا استاذنا اتفضل. كنت عاوز اسال بس بالنسبه لو عيان اف ام اف ودخل في اند ستيج رينال ديزيز وبيغسل، هل انا استمر بالكولش سيل ايمنج تو بروتكت او اذر اورجان دامج من الاف ام اف، ورغم التحفظات على الكولش سيل في رينال فيلير، وحضرتك الدكتور ايمن كنت عملت ابحاث على الكلام ده قبل كده والنيوروتوكسيستي بتاعته كده. شكرا جزيلا دكتور سعيد. انا لو احنا طبعا بعد الترانسبلانتيشن بنستمر على الكولشيسين علشان نمنع الاميلويد ريكورنس او الافكشن الاذر اورجان، لكن في نقطه اذا استمرت على الدياليسيس لازم تبقى عارف ان في ميجور دراج موديفيكيشن. الدوز بتاع الكولشيسين 3/10 ملي جرام على نص قرص كل 3 ايام يعني مرتين في الاسبوع. يعني لو انا ما خدتش بالي من القصه دي واستمرت بالكولشيسين 1.5 ملي جرام يوميا ممكن ادخل عيان في فيتال اوتكم وفي ريبورتد كيس فاتاليتيز ومورتاليتيز من الكولشيسين لارج دوز. فاذا انا استمريت على الكولشيسين عشان العيان هيعمل ترانسبلانت وما يحصلش هيباتيك امايلويد لغايه ما كذا، يبقى لازم ادي فيري سمول دوز، وهي تقريبا بدل ما العيان على دياليسيس هيبقى نص قرص مرتين في الاسبوع. فنخلي بالنا من النقطه دي مهمه جدا. ده اللي كان قصدي عليه. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. دكتور ياد سعيد اتفضل. I wish that really when we discuss acute kidney injury in this clinical setting, we don't ignore renal vein thrombosis, which is really hypotensive gastroenteritis, dehydrated patient, such patient with familial Mediterranean fever and amyloid, they are liable to develop renal vein thrombosis. That's one thing. Secondly, with this profound hypokalemia, as Dr. Sobh really alluded to, with 1.9 milliequivalent per liter with pH, almost 7.2, corrected potassium is going to be less than 1. Rhabdomyolysis should be considered also. CBK, I wish that we have CBK in this patient. Now, concerning continuation of colchicine on dialysis patient or not, well, yes, I think we will continue, as you mentioned, adjust the dose, not really for renal protection or anything like that, but patients, they still have recurrent bouts of familial Mediterranean fever. I have currently on my dialysis unit 3 patients with familial Mediterranean fever. They are on dialysis. When they stop colchicine, they have flare of their familial Mediterranean fever. We keep them on 0.5 milligrams. No, less than that, really. We know that dose adjustment is essential, but 0.5 milligram daily or every other day, usually it will help to stop really their agony from the pain and the complication of pleurisy, peritonitis, peritoneal irritation. Thank you. شكرا دكتور ياد بيه. شكرا جزيلا. والحاجة المهمة فعلا اللي أنا أدي modified dose، والحاجة اللي تعلمناها من دكتور صبح ايام ما كنا بنمر على بعض الحالات بيجوا بريكرنس ابدومينال بينز وداوت فيفر. يس. فمش معنى اف ام اف لازم ريكرنس فيفر، ده ممكن يبقى ابدومينال ريجيديتي واجوني عنيف جدا. بلوريزي. في الستيبل سيتويشن لازم اراعي الموديفيكيشن وبعنف. يعني انا لو عندي اجوني ممكن يبقى تابلت كامله يوم بعد يوم بدل ما العين على الدياليسيس، لكن لو ما عنديش اجوني هدي سمولر عن ديس كمان. أنا طبعاً سعيد بشكر دكتور رياض طبعاً على التعليق القيم، والوقت طبعاً عدى وحلقة مفيدة جداً. باسمكم جميعاً بشكر أستاذ دكتور محمد صبح، بشكر كل السادة الأساتذة والزملاء اللي معانا على الزوم، دكتور رياض سعيد من الأردن، دكتور فيصل شاهين، ودكتور سعيد الغمدي من السعودية، الأساتذة اللي من مصر دكتور سعيد خميس ودكتور محمد سعيد، وطبعاً دكتور عصام نور الدين ودكتور طارق طنطاوي وكل الناس اللي كانوا معانا من الخبراء والناس المهتمين بالكلينيكال تيست ديسكشن. وعلشان طولنا عليكم النهارده هنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله على موعد مع حلقات قادمه ان شاء الله يوم الاحد باذن الله الساعه 8 مساء. دكتور عمرو الحسيني محضر لنا رينال اس ديستروفي وهيتناولها بطريقه برضو كيس بيز ديسكشن. فان شاء الله ميعادنا الاحد الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. أتمنى لكم كل التوفيق. بشكر كل الناس اللي قدموا الحالات، الدكتورة ولاء حسني، الدكتور
دكتور احمد يحيى بطل قدم حالتين، دكتور ايمان ناجي ودكتور ايمان رفاعي كلهم كانوا ممتازين. بشكركم جميعا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.